صباح الخير كل مشاهدين برنامج عالم الصباح. اليوم السبت 7 نيسان 2018. بتمنى انه يبدا الويك اند حلو. كمان بدنا نقول المسيح قام، حقا قام لكل الطوائف المسيحيه الشرقيه. طبعا اليوم اخر ايام الصيام، السبت سبت النور، ان شاء الله يكون نور على كل العالم والعالم العربي وخير وبركه للجميع يا رب. وبدعائاتنا دائما اللي عم نكررها بتوحيد الكنيسه، ويكون السنوات القادمه دائما العيد يكون مع بعض طوائف الشرقيه وطوائف الغربيه، وتكون المناسبه وحده مثل ما نحن تعودنا بلبنان، حتى بين كل الطوائف المناسبه هي وحده والعيش المشترك هو واحد. أثناء زيارته أينشتاين سنة 1922 لليابان، كان بالأوتيل ووصل البيل بوي أو الموظف بالأوتيل ليودي له الرسائل البريدية اللي وصلت له. طلع بجيبته ما لقى عنده أبدا تيبس أو فراطة ليعطيه. قام كتب له على ورقة هالعبارة اللي كتب له إياها: باع البيل بوي $1.5 مليون بعدين، وصار مع الوقت من أغنى أغنياء العالم. وهالعبارة هي يمكن صرنا كلنا بحاجة لأنه نسمعها ونعيشها مع الأيام الجاية. العبارة بتقول: حياة هادية ومتواضعة هي اللي بتجيب السعادة أكثر من الحياة الصاخبة بالعمل والبحث المستمر عن السعادة والمال. فكروا فيها كتير منيح. واحد من أهم عباقرة الكون قال: راحة البال والحياة المسالمة هي مفتاح النجاح والسعادة. شوفوا بهالايام نحن كيف العالم بتفكر وباي طريقه، وكيف يفتشوا على السعاده، وكيف الحياه صاخبه والمشاكل فوق راسنا، ومننسى انه السعاده وراحه البال والحياه السليمه والمسالمه نحن فينا نامنها لحالنا. دائما منفتش على السعاده بامور بنعملها، ومننسى انه نحن بنقدر نلاقي السعاده باللحظه اللي نحن عايشين فيها. ما تنطروا للمستقبل لتوصلكم السعادة. منشوف حدا غيرنا لابس ساعة ما بعرف قدي حقها، منشوف حدا عنده قصر، منشوف حدا عنده سيارة غير شكل، منحلم ومنقول إذا صاروا عنا نحن رح نأمل السعادة، ومنشتغل كل حياتنا ومننسى ننبسط بوقتنا الحالي لنحصل على الماديات لنشتري كل هالغراض. أقولكم هالشخص اللي عنده يهون مأمن السعادة؟ ما عم يفتش بقى على سعادة أكبر؟ لا، كل شخص فينا شو ما تأمن له بالحياة بيضل عم يفتش عن السعادة، وبينسى انه السعادة هلأ موجودة بحياته وفي يستفيد من كل لحظة عم بعيشها. بس شوفوا ورا السطور، كل الأمور بتكون مخبية ورا شعرها. انتو بإيجابيتكن، بمحبتكن لحالكن، وبقلبكن المتواضع، بمحبتكن للعالم، بعمل الخير، باهتمامكن بالعيلة، بمحبة الأصدقاء، بمحبة الأقارب، العيلة، الكوليجز بالشغل، كل هيدي هي سعادة وفيكم تستفيدوا منها. في نعم موجودة بحياتنا يوميا، نحن بننسى انه موجودة هيدي النعم عنا لنقدر نكمل حياتنا بشكل سعيد. انتو فيكم جيبوا السعادة لحياتكم، وخدوا رجعوا هالعبارة كتير منيح، رجع ريال لانه ترجمتها على طريقتي، بس هي طبعا كتبت بالانجليزية. حياة هادية ومتواضعة هي اللي بتجلب السعادة اكتر من الحياة الصاخبة بالعمل والبحث المستمر عن المال. اصلا ممثل جيم كاري قال مرة: يا ريت كل العالم اغنياء ومشاهير لا يعرفوا انه السعادة حقيقية مش ورا هالامور هيدي، السعادة الحقيقية ورا كل الامور المتواضعة والصغيرة والتفاصيل الصغيرة الموجودة بحياتكم اللي فيكم انتو تأمنوها وتكونوا اكتر عالم سعداء بالعالم. يعني خلينا دائما نتذكر شو قال اينشتاين، نتذكر شو قال جيم كاري، ونقول لكم بالشيء: القناعة، السلام الداخلي والهدوء. وانتو طبعا تقدروا هيك تأمنوا وتبنوا السعادة يلي كل شخص فيكم بيستحقها. من هلا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت طبعا فقرات وضيوف كتار، وفي فقرات انضمت جديده لبرنامج عالم الصباح رح احكي اكثر واكثر عنا. ما تتركونا ابدا، رح نتسلى كثير. وانا بدي صبح بالخير، يعني انا كثير عزيزي على قلبي انت، وكثير بحب كون انا وياك، بس هي اول مره بنكون سوا على الهواء. على كل شيء؟ لا، كل شيء في اول مره. دي اول مره، ورح تكون اول مره غير شكل ان شاء الله. شيف حيط لك شيف معلي ولا ما؟ سارة خليني. ما بدك شيف؟ طيب يلا سارة. بس انت بس اليوم رح تكوني الشيف المميز اللي عندنا، شيف نهار السبت. بلشنا نشم الريحة والله.
في شيء طيب ان شاء الله. انت حدا مخبرك عني؟ لا ما حدا تبعتك مخبرك. على الانستغرام. ما حدا مخبرك عني شو علاقتي بالاكل مثلا؟ بعرف شوي، بعرف من الانستغرام. واصله لعندك الخوار يعني. قبل ما اوصل هذا اكيد عامر، انا عامر بحب هيك يعرف عني قبل ما اوصل دايما ويقول شو هو جوزيف وكذا، بس هو اللي بياكل اكلات مش انا على فكره. هو شو عندنا اليوم؟ اول شيء لاي السعاده عطول عم فتش عليا بالمطارح يلي كنت عم تحكي فيها، اللي حكيته كتير حلو، واللي قلته بخصوص المحبة والقناعة هن الباز للسعادة الحقيقية بالحياة. صحيح صحيح، بس أهم شيء الواحد يلاقي السعادة باللحظة اللي نحن فيها. صح، ينسى يفتش لبعدين لا يعيش اللحظة، لا لورا ولا لقدام. صحيح باللحظة. صحيح، أوقات أخطاء الماضي بتخلينا ننسى المستقبل والحاضر. صح. وأوقات بنفكر بالمستقبل وننسى أنه هلأ نحن عنا شيء فينا ننبسط فيه. أكيد. والسعادة كمان. نعم. بالبساطة، ببساطة الحياة. صحيح. مثل بالمطبخ كمان. صح، كل ما كانت الأمور بسيطة. لا صارت ومش تعال نحوم على الكرسي قد ومش مفلسفة كل ما شو جايبين لنا شيف يعرف يحكي كتير. لا ما بصير. رح نعمل اليوم سارة شو طبخاتي؟ رح نعمل اليوم كل ثلاث وصفات بالبيض. نعم. المسلوق لحتى نستفيد من الاكسترا البيض اللي سلقناه خلال العيد. ايه عن جد، وما ينكب. ما برافو عليكي، برافو عليكي، مش غلط. بس امبارح كنا عم نحكي على البيض قد ايه فوائده مهمه، بس ما تكتروا كتير خلال الاسبوع، ما بيسوى، مع انه في عنده فوائد مهمه وتبين انه الكوليسترول اللي بالبيض هو كوليسترول جيد، ولكن ما نكتر من السفر. ثانك يو لك ساره، بنشوفك خلال النهار. احنا وياكم بنتواصل على صفحه الفيسبوك، سؤالي على صفحه الفيسبوك هو هل شو رايكم بالحياه المتواضعه والسلام الداخلي؟ خبرونا تجربتكم بالحياه ونستفيد بعد شوي من الكومنتس اللي لكم ونقرا بعض الكومنتس. اما هلا تواصلوا معنا عبر رقم الواتساب 03-010-533 بكل اللي بدكم اياه، والثاني رح اتواصل انا وياكم باتصالات مباشره مع كل اخصائينا. تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابرش. صباحكم الخير، يوم السبت 7 نيسان ابريل، اليوم القمر مرافقنا من برج الجدي الترابي وعم بشكل مربع مع الشمس، معناتها في عنا برجين على الارجح اليوم هن الاكثر توترا نسبيا، هن طبعا مواليد برج الميزان ومواليد برج السرطان، ومكمل لبكره ايضا الجو. كيف رح بتكون كل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل. يبدو مولود برج الحمل انه عطله الاسبوع فيها تعب، فيها مسؤوليات، وفيها اهتمامات وانشغالات، فيها تكون مهنيه، فيها تكون صحيه، فيها تكون عائليه، شو ما كان الجو اليوم متطلب عند مولود برج الحمل، ولكن بتضل الاجواء ممتازه عند مواليد 4 5 وستة وسبعة نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور، وأخيرا بتتحسن الأمور عندك مولود برج الثور، ويبدو وكأنه في عندك عطلة أسبوع حلوة، خاصة اليوم تقدر ترتاح فيه، تشحن حالك بطاقة جيدة حلوة، في تفاؤل، في ارتياح، في انفراج لمسائل كانت مسكرة بوجهك، مرق عليك ظروف ما كانت سهلة أبدا بكل هالأسبوع تقريبا من أوله لمبارح. الجو اليوم بكافئك نسبيا، وبتبقى الأكثر حظا 29 و30 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بعد مشاكل 3 أيام يبدو اليوم مولود برج الجوزاء بوضع معنوي أفضل، يبدو أنه الأجواء مرتاحة أكثر، يبدو أنه مولود برج الجوزاء تقريبا رجع سيطر على الأمور بعد ما كان تقريبا في الثاني. يعني في الثاني بأي معنى؟ أنه الخصم كان أقوى، وكان المشاكل يمكن وحدة وراء الثانية، أو مسألة وحدة رجعت أزمت باليوم الثالث. اليوم نوعا ما بترجع الأمور بتصير تحت سيطرتك، وبتبقى الأوفر حظا نسبيا 29 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان هالمربع بين القمر والشمس، القمر الموجود بمقابلك، الشمس اللي موجودة بأعلى نقطة عندك بدائرة الفلكية، هالمربع بيعطيك طاقة هائلة جدا. سو خلينا نتفق على شغلة، أنت تملك طاقة، لكن هالطاقة وحشة برية وايلد، أنت بدك تعرف تروضها وإلا بتجرك للمشكل. أي ناحية؟ أول شيء بتحس حالك أنه حايس، في كتير اشياء بدك تعملها وافكارك كتير سريعه والناس ما عم بتلبيك، يمكن مثلا انه تفش خلقك باحد افراد العائله، انه اول ناس بتشوفهم طبعا بوجهك الصبح، او
طولت بالك بالبيت، روح على الشغل اذا عم تشتغل اليوم وبيصير عندك مشكل مع حدا، عندك طاقه كثير كبيره، هيدي الطاقه الكثير كبيره دائما لازم تعرف تسيطر عليها، لانه مولود برج السرطان هو مولود ينتمي للابراج المائيه اللي اجمالا عاطفيه، عاطفيه بمعنى انه ايموشنال، تنفعل انفعاليه، وبالتالي ضروري ضروري انه انت تتعلم بحياتك كيف تسيطر على الانفعالات وعلى مزاجك. لما بتعرف من طلوع الضوء انه نهارك مش ضابط او مش 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 مرتاح، هون لازم تشتغل على حالك وتقول هيدا نهار بدي خليه ابرمه، وبدل بدل ما هو يعصبني انا بدي ارتاح واقضي نهار كتير حلو. عند اذن وفقط عند اذن تمضي الكنترول بدك اياه، بتتصالح مع الشخص اللي بدك اياه، او بتوصل الى النتيجه تجاه شخص او علاقه. تبقى المواليد الاقل حظا 1 2 و13 تموز يوليو. بنتقل لبرج الاسد. بعد ما مر عليك 3 ايام حلوين كتير 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 كانوا مش نصين مثل ما بنقول نحن من كلمه تشانس او الشانس، كان كتير حلو. اليوم نهار مش عم بقول لك في شغل، في ركض وفي اهتمامات، طبعا لانه نهار سبت واكثر الناس اليوم يمكن باجازه، هالاهتمامات بدها تكون ببيتك، على حالك، على عائلتك، او حتى على اولادك او منزلك. بجميع الاحوال هذا نهار ما رح يكون سهل. يلي مطلوب منك لحتى تتمتع بعطلة الأسبوع، وكل شخص لازم له حق يتمتع بعطلة الأسبوع لأنه لازم يشحن حاله بطاقة إيجابية ويتخلص من السلبيات، مش أنه يتراكم عليه. فمطلوب منك أنه أنت تسلي حالك اليوم وتلاقي طرق بناءة إيجابية لحتى تغير جو. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي 4-6 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. نهار كتير حلو لمولود برج العذراء لأنه بيساعده أنه يكون مرتاح مع حاله، متصالح مع ذاته، متصالح مع محيطه. بسمتك كتير حلوة اليوم، سهل أنه أنت تفرح وتنبسط ومش عم بتنق على شغلة مش عاجبتك. يعني اليوم يبدو من بعد ما مرقت 3 أيام ما كان عاجبك شيء وما كنت مرتاح من تصرف الناس تجاهك، أو أنت يمكن أخطأت تجاه حدا. اليوم الأمور ظابطة تقريبا، اليوم نهار جيد تنبسط فيه بتفرح فيه، وضروري أنه أنت تستثمر نوعية هالوقت الجيدة لتصحيح الأمور، ما تترك هالنهار يمرق مرور الكرام، خاصة 8-9 سبتمبر لأنه كنت الأكثر تعبا وبعدك الأكثر تعبا، وأنت لازم تشتغل على حالك أكثر من غيرك. بنتقل لبرج الميزان. تنتمي لهالابراج التعبانه شوي لانه الجو مكركب بعطله الاسبوع، السبت والاحد، ان كانوا الاولاد، ان كان الاهل، ان كان الشغل لاحقك على البيت، ان كنت انت مريض تعبان ما لك جلد، ما عم بتشوف الامور مثل ما هي، في قصص وحكايات او حتى شيء عطل عندك بالبيت مثلا بيزعجك. اليوم الجو ما كتير ظابط، فكمان بدك تشتغل على حالك، كمان بدك تجرب انك ترتاح، بدك تجرب انه ما تولعها، ما تأزمها. وحاول ما تكون كتير انفعالي، ما تاخذ الامور على محمل شخصي، مع انه اكيد اليوم في امور كتير شخصيه بتزكزكك. الاجواء متقلبه يومين اليوم وبكره، خاصه عند مواليد 2/3/11/12/20/21 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. نهار سريع الايقاع، هذا شيء كتير حلو بعطله الاسبوع، نهار سبت، معناتها انه 100 شغله بتقدر تعملها بسرعه بنفس الظهرة من البيت مثلا، بتقدر تعمل شغلتين ثلاثة، ما بيعود بيمرق نهار وانت مضيع وقتك عم بتجيب الشغلة الفلانية، عم بتودي الولاد على مطرح. اليوم الأمور فيها تكون كتير فعالة إذا أنت عرفت نظمت هالوقت. نهار سريع نشيط، يمكن يكون في تواصل حلو مع الأصحاب، يعني في gathering، في لقاءات حلوة، وأيضا في أخبار سارة. وبعده 14-16 نوفمبر الأكثر حظا. كمل مع برج القوس. من الايام الحلوه يلي بتفرح فيها، يلي بتحس انه احبائك فعلا بيقدروا قيمتك، وبتحس انه انت حابب انك تكافئهم ايضا، يعني في يبدو وكانه في تعاطف حلو من الطرفين، او على الاقل من طرفك انت. ليش؟ لانه انت المستقوي، جاي من 3 ايام ممتازين خلتك تحس انه انت يا باشي كثير كثير مهم، وانت اكيد شيء كثير كثير مهم، فاليوم يمكن انت تضطر انك تكرم الآخرين، يمكن هني يكرموك أيضا. نهار ممتاز جميع الأحوال. انتبه للمصاريف. الأكثر حظا 10/11/19/20 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. وأخيرا وصل الأمر لبرجك. صار لك تقريبا أسبوع تعبان،
ما في شيء تقريبا على ذوقك، راضي مثل ما انت بدك، خاصة هالثلاث ايام اللي مرقوا اللي كانوا صفر، كانوا صفر. اليوم فجأة مولود الجدي بده يطلع بقرار، بدنا نعمل، بدنا نروح، بدنا نجي، بدنا نخربط، بدنا اليوم مزاجك افضل. لكن اللي بخوف اليوم لانه طالع مولود برج الجدي من ثلاث ايام عذبته هالثلاث ايام، احتمال انه اليوم يطلع بقرار بين اليوم وبكره. معقوله ايضا امور ايجابيه تكون انه اليوم مولود برج الجدي طالع باله انه ياخذ عبر ويستخلص عبر وينطلق بصفحه حلوه ايجابيه بناءه شخصيه وعائليه. يلي لازم يضلوا حذر، واحد لثلاثه دي واحد لثلاثة كانون الثاني يناير كوكب المريخ معقول يجر عليكم المشاكل، فكونوا حذرين. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم سبت، نهار إجازي، مولود برج الدلو ترك شخص هو يحجز، ترك شخص هو ينفذ المشاريع، لأنه أنت معقول تروح وتلاقي أنه المقعد التكت الحاجزة مش ظابطة. يمكن اليوم ما تطلع سلتك مليان مثل ما انت مفكر، فخلي شخص اخر هو يكون مستلم الدفة، انت you can follow today. وحاول اليوم مولود برج الدلو ما تصعب حالك الحياة، انهار فقط لأمور روتينية بسيطة، روح قبل الوقت على موعد الطيارة إذا عندك سفر، وحاول ما تعلق بعجقات السير، وانتبه لأغراضك ما يضيعوا. تبقى المواليد الأكثر تعبا اليوم هي مواليد كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. بتتسلى اليوم مولود برج الحوت، وفيك تقول انه عطلة اسبوع رح بتكون حلوة ومناسبة لإلك، حلو تكون ضمن مجموعة من اصحاب، من اهل، من عائلة، لحتى تعود على ثلاث ايام لتقال كانوا فيري سيريس بالنسبة لإلك، فاليوم نهار حلو لحتى تضحك، حتى تبتسم، لتكون مع ناس، لحتى تهيص ولحتى تحتفل. نهار بجميع الاحوال انا بعتبره نهار ايجابي جدا وبناء، وبيخدم علاقاتك الخاصة الشخصية وايضا المهنية. الاكثر حظا نسبيا 12 13 و14 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم سنه كثير مهمه، سنه كثير مهمه لانه بهيدي السنه يبدو وكانه في تغيير بمسار مهم عندك، سواء كان مسار دراسي، جامعي، مهني او اجتماعي. يبدو وكانه عم تشتغل على سمعتك، على شهاداتك، على كفاءاتك. سنه كثير مهمه، معقول يصير فيها ارتباط مهني او حتى عاطفي، او تقدم او تغيير مهني ايضا. نيسان ابريل ايار مايو اب اغسطس وديسمبر هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. تعرفوا مثل ما بنقول دايما، يمكن ما حدا بيعرف الصبح اذا بيوعى، وان شاء الله الكل بيوعى بصحه دايمه، بس دايما قبل ما ننام بنعير المنبه قدي ثقتنا بربنا كبيره. بريك ومنرجع لنتابع مع ديكو ديزاين الحلقة، هالفقرة يلي انضمت لبرنامج عالم صباح مع المهندس جو شكر. حي كل يلي انضموا لنا هلا بعالم صباح. اليوم السبت 7 نيسان 2018، طبعا ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا، وسؤالي الحياة المتواضعة وقديش الانسان اذا كان عايش بسلام داخلي بتكون حياته افضل، خبرونا عن تجربتكم وبعد شوي بنقرا بعض الكومنتس. ديكو ديزاين هالفقرة انضمت لبرنامج عالم الصباح، وطبعا يلي بقدم لنا اياها من ابرز مهندسي لبنان والعالم العربي، وطبعا وصلت اعماله لخارج لبنان. مهندس جو شكر رح بتشوفوه كل يوم سبت مثل هالوقت ليخبرنا كل اسبوع عن موضوع جديد، وانتو كمان ببيوتكم فيكم تستفيدوا من كل فكرة، وهيك بنكون عم نوفر عليكم يمكن بعض الافكار ممكن تنفذوها ببيوتكم. ديكو ديزاين مع جو شكر. جو صباح الخير. صباح الخير جوزيف، كيفك؟ يعطيك الف عافية. يعني هيدي ما بعرف قديش الفكرة انه تعطي هالافكار كلها، يعني ما بخف الشغل ولا لا؟ لا مش بالضرورة بكون عم تعطي الافكار. ثانك يو، انا تابعت كل الحلقات طبعا اللي قدمتها لحد هلا، وبعرف قديش مفيدين ببيوتنا وقديش مفيد للمشاهد انه يقدر ينفذها ويصممها، طبعا بمساعدة، دائما بدنا مساعدة مهندس داخلي لتقدر الامور تطلع بيكي، يعني حسب حجم الشغلة. يعني نعم. اليوم في افكار مفروض واحد
شوي يستند على اراء المهندسين، وفي اشياء اذواق شخصيه بتبقى، يعني الواحد في يعملها لحاله من دون ما يستعين بمهندس او شيء، بس اشياء بدها شوي اذا بدك قياسات تكنيك وضعيه معينه، تنسيق الوان بوضع بشكل عام شوي يعني نحن هيدي الثقافه لازم تكون موجوده عند كل شخص، لانه اوقات من موسم لموسم حلو انه نغير ببيوتنا كمان من الالوان، من الكوشنز، من البرادي، من بعض الشغلات يلي بتخلينا نحس نحن قاعدين ببيت جديد او بمطرح ما نزهق منه مع الوقت، وهذا اللي رح نوصلهم اياه المشاهدين. صحيح. معروف عنك انك ما بتحب كتير الحيطان، يعني بتحب اوبن سبيس. اوبن سبيس هيدا كاركتير. نعم. يعني واليوم صارت ترند وكل العالم بتحب اكثر يكون في اوبن سبيس بالبيت. نعم. فاليوم موضوعنا رح نحكي فيه عن شغله كثير، يعني وصلت للبلكون حتى ما بعد للبلكون بتكسر الحائط بتشيل الواجهه وبتوصله بشكل مباشر مع اي اوضه. هلا الموضوع ما نعالجه هو موضوع شوي اذا بدك مميز بالبيت، لانه نحن عندنا دائما يعني ببلكونات البيوت بتلاقي في بعض المحلات انه ليش ما نستفيد منه بشهرين او ثلاثه بالسنه؟ نعم. ليه ما بنستفيد منه بكل اوقات السنه؟ صح. او بيكون عندنا محل صغير وضيق وقادرين نستفيد ونكبر بحجم البيت بشكل مظبوط. هي بس بنكبر وبنسكر البلكونات وقت يكون بيتنا صغير او لا بتصير بكثير؟ مش بالضروره. مش بالضروره. هلا رح نشوف مجموعه صور رح نقيتها. نعم. لحتى نحكي فيها عن كل شغله بمطرحها. نعم. يعني اليوم انت بتلاقي في بلكونات صغيره ضيقه. نعم. بس بحاجه ان نستفيد منها ببعض المطارح مثل بهيدي الصوره اللي عم نشوفها. هون وين البلكون؟ هو بلكون 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 بالطول رفيع وطويل، يعني هيدا مسكرينه. ما في المكتب يعني. الصوره اللي على اليمين اللي عم نشوفها والصوره اللي على الشمال هن وقت تظهر على البلكون في عندك ميله اليمين وميله الشمال. أوكي. معالجينها بطريقه محل بتقعد في محل تقعد فيه. نعم. وبنفس الوقت في له في عندك طاوله بتفتحها وفيك تستفيد منها تاكل عليها، وتاني ميل مثل مكتبه صغيره وهيك بيقدر يستفيد منها الواحد. هيدا بلكون مثلا نحن بالايام العاديه ما فيك، يعني ما فيك تستفيد منه بحيالله وضعيه معينه. يعني ما بنعمل قعده كرستين وطاوله وكذا، يعني لا. الافضل فيك تعمله شغله تقدر تستفيد. صحيح. وكل المواسم السنه. بس المتعارف عليه انه البلكونات بس نسكرها يعني خلاص اوضه قعده او كمالي لصالون، هذا شيء صح ولا في عده عوامل فيك، يعني في حاجيات العالم كمان. لا. شو انت بحاجه لتكبر بيتك كرمال شو؟ اليوم نحن بنشوف قصص بمحلات. هلا رح نفرجي سري صور بلكونات صغيره. نعم. يعني هدول بلكونات صغيره مثلا نحن انا اذا عندي بلكون صغير في استفيد منه باني اعمل بيبليوتيك مثلا وستيل كاونتر اقدر اكل عليه او اقضي وقت، واذا عندي فيو حلوه بتكون لذيذه، واذا لا بكون عم بستفيد من المحل كله سوا. نعم. وهيدا الشيء يعني دائما بنلاقي انه بالبلكون الضيق بالطول تبعوله هو بيعطي اذا بدك محل بالطول البلكون بيضيق لك الممرق تبعك. نعم. سو انت لازم تشتغل على اليمين وعلى الشمال، يعني بنصه كتير قليل الاستعمال. صحيح. بس يعني لازم بس نسكر بلكون ما نخلي بين انه في فاصل، يعني لازم نشيل كل الابواب وحتى نخلي الارض إذا قادرين على نفس المستوى. اذا قادرين لنعمل هالشيء ليش لا؟ يعني نعم. انا بنصح بهالشيء لانه بالاخر انت وقت بتسكر بلكونك بتكون بدك تستفيد من حجم الكبر الشغله. نعم. الا اذا عندك غير بيربس، انت عندك مثلا معطيات انا بدي اعمل هالمحل اندبندنت عن البيت، يعني ما يكون له علاقه بهالبارتي من البيت، او مثل ما عم نشوف هون ببعض الصور انه القعده هي الاساسيه هو البيت، وانا هيدي الاكستنشن اللي موجوده بالبيت في استفيد منها ببرايفسي بليس مثل هون مثلا عاملينها ببليوتيك مع قعده هيك ريلاكس بنقدر نشوفها. ايه وكتب وهيدا بيقعد واحد بيقرا بياخذ وقته وعنده ابارنتلي منظر حلو. واكيد اكيد هيدا الارض اللي مشغوله هون منا من نفس نوعيه البلاط الموجوده بالبيت، لانه
اختلفت الارضيه برا لحتى يخلقوا جو مختلف عن البيت جوا. كثير حلو هذا الشيء. البلاط كثير حلو اللي موجود. هذا بلاط ولا باركيه؟ ايه هيدا بلاط. بلاط كثير حلو. يعني هلا عم نشغل على البلاط القديم كمان. حكيت عنه للموضوع كان هيدا بحلقات جايه بلكي من صلت الضوء اكثر على بلاط. طيب شو الافكار اللي ممكن تعطيها؟ رح نشوف صور تبيعها، بس شو الافكار ممكن تعطيها هيك اذا بدك تذكرهم لبلكونات نسكرها؟ يعني اول شيء قلنا اوضه قاعده، انا ما عم تخطر على بالي مكتب مع كرسي. ممكن 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 تعملها اوضه سفره او بلاينج روم او كيدز اريا او في يعني كثير حسب حاجيات كل واحد. انت يعني اعطيتني فكره ببيتي ونفذتها، هي اللي هي كمان عملتها فيستير، يعني بلكون فيك تعمله فيستير. ممكن كمان يكون اذا بغرفه نوم والبلكون صغير وما له ما لك حاجه له. نعم. بانك تقعد عليه او تقضي وقت اوتدور فيك تسكره وتعمله. بيخافوا بعض العالم انه اذا عملته فيستير يكون بلكون وجه لبرا انه يكون في رطوبه، هالشيء مزبوط ولا لا؟ بينعمل بطريقه رطوبة. نعم. هي رطوبه اكيد، هيدا سورس للرطوبه البلكون. بس نعم. انت بالتسكيره تبعيتك اكيد بده يكون في دراسه دقيقه للموضوع، انك تقدر تسكره بطريقه ما يفوت مي، ما يفوت رطوبه، ويكون في كمان عازل للشمس، لانه كمان الشمس عامل اساسي. نعم. ويعني بتتعرض للبيت، يعني في هو التفاصيل الصغيره اللي بيكون عنده اياها المهندس يمكن مش موجوده عند شخص بقول شو بده بسكر بلكون انا وبعمل اللي بدي اياه فيه. صح. يعني في تفاصيل هيدي يعني ميديكال هي بتساعد. يعني طبيه يعني. طبعا طبعا بتساعد. هي الخبره، يعني خبره الاشياء بتيجي مع الوقت. نعم. يعني اليوم اذا انت عم تعمل شغله وحده بالبيت. نعم. ما عندك خبره عنها. بس اذا انا مرق كل مهندس مرق الخبره قدامه ومرق الاغلاط اللي صارت وتعلم منها فبقدر. نعم. ينصح. طيب فينا نشوف بعد في عنا صور ولا خصوص؟ فينا نمرقهم ورا بعضهم بسرعه لانه انا حكيت كثير وما خليتوهم. هيدا بلكون. نعم. هيدا بلكون. هيدا اوت دور انقسمت المساحه لحتى يكون في باركيه بنفس الوقت، وبنفس الوقت تركنا مساحه للخضار الاريا. هلا منه مفروش، بينفرش بكذا وجهه استعمال، يعني في يكون محل بنقعد بنحضر فيه تي في، في محل او شجره بيطلعوا على البلكون. ايه هو معمولين لهالمساحات هيدي، لهال ما بدها كثير غمق بال. نعم. هذا صار غير موضوع. حبيت كثير. فينا نعملها عندي ولا ما صعب؟ فينا. حنشوف هالصوره اللي هي تابعه اكيد ماشي مع جو البيت، لانه البيت بتحسه شوي اذا بدك عاطي ستايل. هو بيت قديم يعني. نوعا ما. نعم. لانه حسب من فرشه من الوانه ومن هالفينتج ستايل اللي مفروش فيه والالوان. نعم. مثلا هيدي غرفة جلوس او محل بيقضوا وقت فيه اكتر، وهي دايما نحن عندنا الويلنج انه نظهر لبرا. بنحب طلعت برا، يعني بنحب حتى لو عندنا متر برا البيت فينا نستفيد منه. لا. ونقدر فينا نحط صورة فينا. في هيدي الصورة هيدا بلكون دايننج روم، هيدا بلكون تسكر كمان. ما عندهم أودة صفرة بقلب البيت، فانعملت على هالمنظر. يعني بتشتغل جوع على الفكرة أنه تكون البلكون كمان نقدر نستفيد منه أز بلكون بالصيفية، يعني ما يضل مسكر. أزبط؟ ايه صحيح. نعم. يعني البلكون هو بحد ذاته مطرح تنفيس. نعم. يعني فيك أنت تتنفس فيه بالصيف بالشتاء. نعم. بكل أوقات هيدا، بس الفرق أنه وقت اللي بتسكر البلكون صار عندك. نعم. كل المواسم تقدر. نعم. تستفيد منه. يعني بنحكي أكتر وأكتر على الموضوع، بعد في كتير صور بس بعتذر لضيق الوقت. جو بنشوفك الاسبوع الجاي نهار السبت نقلرات لحلقه جديده من ديكو ديزاين كمان. ويلكم، لانه نحن انا وياك اول حلقه بنطلع سوا على الهواء. فاذا بريك قصير جدا، ما تنسوا تتواصلوا معي ونرجع لنكمل مع عامر اينو. إذا عودي معكم للمتابعة كل يوم سبت أينو مع عامر، وعامر دايما بجيب لنا الأخبار الجديدة عن التكنولوجيا بلبنان والعالم. هادي رمضان ضيفنا منظم ريترو جيمينج بيروت أينو. هادي صباح الخير. ما جاي نمشي معك لعامر؟ عامر ايه بس تحت الهواء. طيب دايما لقلو الهدية اكيد. طبعا. اكيد. طيب
رح قوم انا. لا خليك فيك تصور ما بيقدر. صباح الخير. صباح الخير لا جوزيف وللمشاهدين واكيد فصح مجيد للي عم بيعايد بالطوائف الشرقيه بكره بعيد الفصح. هيدي اول شغله. ثاني شغله يعني ما في واحد يعني هلا كنا تحت الهواء كنا عم نتخانق على مش هو اللي جاب لك سوبر ماريو تحت الهواء كنا عم نتخانق على جوزيف بس تقلع الفقره ما فيك الا ما تضحك وتنبسط وواحد ينبسط معه على الي شيء شهرين انا السبت اخذ فرصه حتى ما وهدول الشهرين ما قدرت ابعد هدول الشهرين عم بقولها علنا وهلا يمكن حكيم عم يحضرني هدول الشهرين انا ما اضطريت اخذ فيهم حبه لبرد نهار السبت اليوم اخر منيحة تفضل صباح الخير صباح الخير عامر صباح الخير جوزيف صباح الخير هادي تنعاد على جميع اللبنانيين وعلى الطائفة المسيحية الشرقية الشرقية بشكل خاص يعني لا لا صلى فيك هادي هادي بكرة عندك إيفنت صح بسب مارين ببيروت نعم بالتحديد بمنطقة الجناح صح يعني خلينا هيك إذا بدك نرجع نفوت نذكر المشاهدين هدول الإيفنتات اللي عم تعملهم أنت شو هدفه يعني اليوم أنا انه هذا ايفنت بنزل لاتسلى ولا بنزل لاتعرف على الفينتج جيمينج خاصه للاشخاص يلي ما بيعرفوا هالكونسولز هدول وما بيعرفوا تاريخهم اول شيء هو هذا الايفنت هو فوليوم 3 يعني ثالث ايفنت من نوعه بالنسبه للريترو جيمينج الهدف منه مش بس انه يعني واحد ينزل يشتري او في نحن بنعمل من في انواع من يعني الكومبيتيشنز في عندك انواع من النولج للجيل الجديد يلي بعده ما بيعرف هالكونسولز هولي بس من اول ايفنت لهيدا لثالث واحد نحن عم نلاحظ انه حتى الجيل الجديد يعني عم يقدر يفوت على الانترنت يقدر يعرف عن هالكونسولز هولي يلي هو اساسا ما كانوا على ايامه من خلال الريترو جيمينج بيروت اللي كنا نحن بلشنا فيها يعني تقريبا من 4 سنين عم نلاقي استحسان كتير كبير وعم نلاقي كمان انه هالاشخاص يلي ما كانوا يهتموا بلش شوي يهتموا اكتر وهيدا هو الهدف خلينا نقول انه الكونسولز الاساسيات يعني مثل ما شايفين على الطاوله في عندنا الانياس والسوبر انياس سوبر نينتندو والنينتندو العاديه yes. هدول من اكثر كونسولز انباعوا بالعالم وريكورد بريكنج بارقام المبيعات ان كان ككونسول بحد ذاته او ان كان لجيمز صح. انت بكره كمان مش بس عم تعرض هدول الكونسولز انت كمان عم تبيع منهم أكيد. يعني عم تجمع من هلا حنرجع نحكي كيف عم تقدر تجمعهم نعم. بس كمان بكره في كومبيتيشنز يعني عاده بكل ايفنت عم بيكون في كومبيتيشن صح كان في بالايفنتس السابقين اذا ماني غلطان ستريت فايتر وغيره وغيره شو الجو بكره حيكون ومن اي ساعه لاي ساعه وكيف بيقدروا يشاركوا بالكومبيتيشن وشو بيربحوا بالاخر نعم بالنسبه للتايمينج تبع الايفنت رح يكون من الساعه 10 الصبح للستة عشيه رح يتخللوا كومبيتيشن على النينتندو 64 نحن من خلال الايفنتات اللي عملناها قدرنا نعرف شو اكثر شيء عم يطلبوا هالناس لحتى يعني شو بحبوا اكثر شيء بالنسبه للكومبيتيشن لقينا انه اكثر شيء يعني عم بيروحوا على النينتندو 64 خاصه لعبه ماريو كارت واللعبه اللي هي يعني اكثر شهره هي سماش بروس سوبر سماش بروس كمان على النينتندو 64 رح يكون في غلط اذا كان واحد بعده عم يلعبهم لهلا لا أكيد. بيكون مش عايش طفولته مظبوط كان مش هيك كل مره بتطلع لي في انا هروح على حكيم نفسي من وراك نعم لا مش بالضروره ما يكون عايش طفولته بالعكس بيكون عم يتذكر زمن جميل يعني اصلا بقول هالجمله الا معي يعني عم بمزح لا بس يكون انا موجود لا ومنيح قلت هيك جوزيف لانه في شغله كثير مهمه انه نحن الهدف الاول من هالريترو جيمينج هو انه نعرف الجيل الجديد نعم. على هالكونسولز هولي يلي هن ما كانوا ايامه يلي هن بشكله اشياء ادوكاتيف الواحد بيقدر يكون كمان في عالم هلا يعني اللي كانت اللي كانوا ايامهم عندهم نوستالجيا لهالالعاب صح. يعني لانه قضوا طفولتهم عليهم كمان هو ما بيعملوا له شيء مثلا لا بلا اكيد يعني عندي اتاري ونينتندو فبكره في سوبر ماريو في سوبر سماش بروس نعم. وفي عندنا ماريو كارت كمان أوكي. بس انا دائما عندي سؤال الصوره اللي بتطلع منهم هلا فينا نستعملها على التلفزيونات اللي عم تكون ببيوتنا على سمارت تي في اكيد جداً. اكيد كومبوزيت اليوم كل شيء كانوا جاهزين يعني اليوم هول الاشياء هول يعني اليابان شغلتهم اكيد وبتكون عارفه انه اليوم مثل ما في ار اف اللي كنا ركلجه وقت على التلفزيون يطلع عنا في اتش اف اليوم صار في شيء متطور اسمه اي في كيبل يعني
هو مثل كومبوزيت على التليفون كيف بتشغل الفيديو والهاي، ونفس الشيء وصار في شيء متطور اكثر هو ار جي بي نعم يلي بيكون على سكارت عاده بيكون التلفزيونات الكبار عم يوصلوا على ال سي دي طبيعي عم يوصلوا على انت بكره بالايفنت عم تحطهم على ال سي دي كله لا انا اكيد بده يكون حتى تتماشى مع الجو تبع الريترو جيمنج حاطط تي في حاطط سي ار تي تيفيات يعني تيفيات للكبار مزبوط نعم مزبوط نعم اوكي لكن قلنا اي ساعه لاي ساعه نحن من الساعه 10 الصبح للساعه 6 وشو الجوائز اللي بيربح بماريو كارد وبالسوبر جوائز هيدي يعني حسب كم كومبيتيشن نعمل قديش عدد المشتركين حسب بس اكيد في جوائز حتكون مثل العادي يعني حيكونوا ظاهرين كتير مبسوطين يعني نعم. وشو الايتمز رح يكونوا اون ديسبلاي بكره اللي العالم تقدر تشتري رح يكون في نينتندو سوبر نينتندو نينتندو 64 جيم بوي جميع انواع الجيم بوي جيم بوي كولر جيم بوي ادفانس جيم بوي اس بي رح يكون في سيجا ميجا درايف جيم كيوب كل شيء خاصه بالنينتندو كفينتج نينتندو رح يكون كل شيء يعني تقريبا قديم ورح انا بالمعارض السابقه هل كان في اقبال من العالم اللي عندهم حنين ولا العالم الجديد يحب تتعرف هون صار الفرق من اول ايفنت عملناه نحن اجى الاشخاص يلي تقريبا بالثلاثينات وما فوق الثلاثينات بينما الثاني والثالث صار عم يجي ناس صغار بالعمر وهذا الشيء اللي بيشجعنا نحن هذا الشيء اللي بيشجعنا انه بعدين بالمستقبل بركي بنعمل فكره يعني نحن بصدد على انه نحمي اول شيء ريترو جيمينج بيروت هذا الاسم لحتى يكون قانونيا محمي وشغله ثانيه احنا يمكن بدنا نعمل شيء اكبر من هيك يعني نعمل كافيه كبيره كافيه ريترو مثلا عباره عن اشخاص بيجوا هن واولادهم يعني اذا هالبي كان عنده نينتندو بزمانات بيقول له مثلا لابنه تعال فرجيك كنت تلعب على صغير يعني مظبوط عامر اول زبون انا اكيد لانه على كل عامر بس صحيح. يعني هيدي فكره نحط اورالياف هيك العاب هيك جيمز بالفعل لنرجع نسجلون يعني صارت ببلو بالبيت اذا حطيناها شيء اثري موجود وشغله مهمه ترجع تخلي العالم يحسوا بقيمه هالغرض ومنيحه للبيئه 100% نعم. بس كلمة أثري حبيتها بس خليني أعدل فيها شوي إذا بتسمح نعم. الأثري يمكن شغلة غير مستعملة بقى يعني فيك تعرضها لا مش قصدي بس خليني يعني لك شغلة إنه هدول شغالين جوزاف شغالين يعني نعم. يعني اللز إنه عمرهم 30 سنة ايه. وبعضهم شغالين يعني الاني اس عمره اكثر من 30 سنه طب هذه اذا منزوعه فيك تظبطها اذا حدا عنده اياها بيته جاب لك اياها طبعا طبيعه الحال اذا بدك تعمل شغله بزنس لك بده يكون في عندك ريبليسمنت وبده يكون في عندك الفيجن تعيتك لبعدين يعني كيف فيك تطور حتى هذه صار معبى بيتين مش بيت واحد نعم. بيتين نعم. معبيهم اغراض نعم واو بيتين اوف نعم يعني مش عارف يعني هذه بلش هوايه نعم بس هلا هو ممتهنها لهالهوايه هيدي وطلع فوق الهوايه وفوق الامتهان كان عم بقول لعمي بيسالك من وين بتجمع الاغراض سورسينج حسب اول شيء عندنا هون شيء لوكال يعني ببلش نحن من اصحابنا اول شيء ومن العالم اللي بنعرفه وطورنا الحمد لله انه لبرا وحتى انه في اشخاص كمان هلا عم طالب منا يعملوا ريترو جيمينج سيريا اللي بلش هلا كمان في كمان صار في ريترو جيمينج سيريا وفي ريترو جيمينج دبي قريبا جدا كمان كيف فيني توصل معك بس اذا عم يسمعوني بيطلع على الفيسبوك هلا تبع هذه حنشوفه على الهواء ريترو جيمينج بيروت فيسبوك هلا بيطلع على الهواء ريترو جيمينج بيروت على فيسبوك بيقدر يفوتوا يتواصلوا معه عن طريق الفيسبوك اكيد نعم. وبيقدروا كمان يعملوا سيرش على فيسبوك بيطلع الايفنت بكره من اي ساعه لاي ساعه واللوكيشن الساعه 10 سبمارين نعم. سبمارين جناح قدام نعم. سبينيز الساعه 10 بنبلش الساعه 10 بتعرفوا هو يعني اللي بلشوا نحن ما فينا نقول 11 لانه الشعب اللبناني دائما بيزيد ساعه يعني فبنقول لهم 10 ولا حتى الساعه 6 بيتخللوا تو كومبيتيشن على نينتندو 64 برافو لكن بتلاقى بكره مع المشاهدين ايه انا نازل يا عالم صباح بكره بكره فرصه بكره فرصه ايه مزبوط من حظك يعني فظيع حظه بكره فرصه بتلاقى انا والمشاهدين بكره عند هادي بالسبمارين بالايفنت انا حكون الصبح بكير موجود لو سهله بحب اشوفك مبسوط هيك ترجع لطفولتك انا بنبسط لبسطك استاذ عامر هادي ثانك يو ميرسي بدلك لبكره بدكم كلكم تشاركوا بهالايفنت الرائع بمنطقه الجناح ميرسي خلينا نروح لعند ساره سارة جاهزة لنقلع أنا وياك إيه شو البداية رح نبلش بسلاد خضرة ونحط لها بيض في فرق بين الشيف حسين وسارة أنا النبض طبعا قلبك وسارة الهداوة وهيك والرواق والنعومة عسلمته الشيف حسين عسلمته طبعا صديقي الشيف رح نروح عند سارة ورشة ملح يا
صباح الخير من جديد. مثل ما كنا قلنا بالاول انه عم نعمل ثلاث وصفات رح نستخدم فيهم البيض لحتى نستفيد من الاكسترا بيض يلي بنكون سلقناه وقت العيد. اول شيء عندنا هول البيض اللي سلقنا يلي بقيوا. اول شيء رح نشتغل بالسلاد. اوكي، رح اعمل الصوص تبع السلاد. بدي سن ثوم وثلاث ملاعق حامض او ملعتين، خلي ملعتين حامض، اوكي، ملعتين خل التفاح. هلا هون كمان فينا نعدل اذا ما بنحب هالقد الحموضه، فينا يا نلغي الحامض يا نخففه لانه اوريدي خل التفاح بيقوم بالواجب. وراح احط ثلاث ملاعق موتارد الانسياني اللي هو الموتارد اللي فيه الحبوب. وبيبقى عنا زيت الزيتون اكيد، شويه ملح وشويه بهار. عنا ثلاث ملاعق كبار زيت زيتون، عنا ملح بهار اسود، وانا رح احط له شويه اوريجانو. اوكي، هيك بتكون الصوص صارت جاهزه عنا مثل العاده، اهين شيء بالمطبخ. رح اتركها على جنب. اوكي، رح بلش اشتغل بالسلاد. ما بدها كتير شغل، رح قلكم شوي الانجريدينتس اللي اكيد رح تشوفون على الشاشه. عندنا خس، فينا نستعمل خس البدنيه، الخس الطويل الرومين اللي نستعمله عاده، في منه على صغير، انا جبت الصغير. فينا نستعمل سبانخ، فينا نستعمل الروكا، فينا نستعمل خليط من كذا ورقه خضراء يعني. عندنا البطاطا بيبي بوتيتوز سلقتهم وقصيتهم وتركتهم بقشرهم. رح بس اعطيهم نكهه صغيره بنقطه زيت لحتى هيك كمان يصير عندهم لمعه، شويه زيت وملح وبهار. وشويه اوريجانو. هاخلطهم بايدي. في مثل هيدي البطاطا الصغيرة في منها على أحمر كمان بيطلع لونها حلو. ودغري راح أحطهم. أكيد البريزنتاسيون فينا نعملها مثل ما بدنا. أنا راح أحط كل نوع هيك بمطرح، مش كله فوق بعضه. أوكي، إناف. عنا الانجريديان الرئيسي اكيد يلي هو البيض. رح اقص ثلاث بيضات، كل بيضه بقصها لاربع شقفات. ولانه بنكون سلقناهم قبل ونحطه بالبراد بتصير العمليه اسهل. يعني اذا عم نعملها هي الوصفه وما عنا بيض، افضل نسلقهم قبل بنهار، ينحطوا بالبراد يبردوا يقصوا يعني، ونرجع نقصهم، هيك بيصير اسهل للقص. اوف فرطت هيدي. جربت شوي كمان العب على الالوان. هلا بتشوفوا عنا مثل لحد هلا عنا الاخضر الابيض والاصفر من البيض. عنا لوبيا حمراء فينا نشتريها من السوبر ماركت مرتبين او علبه مسكره، وفينا اكيد افضل وافضل نسلقها بالبيت. بحط شوي هون وشوي هون. وعنا جزر بما انه نزلوا الجزرات لوحدهم. الجزر على جنب، جزر مسلوق، كمان بيبي كاروتس بنجيبهم اكثر شيء ملاقيين فروزن متلجين بكياس، بنسلقهم شوي. اوكي، شو بضل عنا؟ عنا اللوبيا الخضراء. هلا
فيكم كمان تلاقوها فريش، فيكم تلاقوها فروزن، نسلقها بمي سخن شوي. اوكي، فينا نعمل باللوبي مثل ما عملنا بالبطاطا، ننكهها شوي كمان بشوية زيت، مع انه نحن محضرين الصوص وجاهزة، بس مثلا هيك بصير فيها لمعة أكثر، لأنه الصوص ما راح أسكبها دغري على السلاد، وفينا ما نسكبها، يعني كل واحد بيسكب هو شو بده. أوكي، عندنا كمان البصل، البصل الأحمر أنا بحبه بالسلاد أكثر، اللي رح نعمله هو رح نقصه هيك. ما بنطخنهم كتير. اوكي، لكن هذا البصل، شو بضل عنا؟ الزيتون الاسود. اوكي، نحط هون شوي هون شوي، وهيك بتكون خلصت السلطة تبعيتنا. بنروح لعند جوزيف. هيك رح تحكي بهالرواق كل النهار؟ ما سمعتك حتى قلتي بروح عند جوزيف. بنروح لعند جوزيف. انا وشوش. كثير رواق، انا ما في كده، انا بوعيكم ولا يهمكم. انا هلا بس روح لعندها لساره رح اقلبها فؤالي تحتاني. ساره، نحن بانتظار الوصفات. ثانك يو على الافكار. حلو الواحد ببيته يوفر ويظبط وضعه، لانه يكون ما ينكب شيء من الاكل، هاي اهم شيء. اهم شيء. ناخذ بريك ومن بعدها بنعود للمتابعه، ما تروحوا لمطرح، خليكم معنا. مشروع حول ذكرى الحرب الأهلية من تنظيم تلميذ مدرسة ليسي عبد القادر، يعني مشكورين على هالالتفات الحلوة، تنذكر ما تنعاد، ودايما بنقلبها لتصير هالذكرى ثقافة، هالذكرى فن، ذكرى منظر حلو، وذكرى نعرف بس التاريخ ولكن ما بدنا أبدا تنعاد، مع الشبيبة لوين وصلوا بتفكيرهم، لوين وصلوا بانفتاحهم على العالم كله، على بعضهم، على تقبل الآخر إلى آخره. ليسي عبد القادر اليوم رح نحكي من خلال مشروع مع طالبين من اللي نفذوا واشتغلوا على هالمشروع، من مجموعه كبيره من الطلاب والاساتذه. حسن عبد الله تلميذ صف اول ثانوي مدرسه ليسي عبد القادر، اهلا وسهلا فيك حسن. وكارما علي احمد تلميذي بالصف الثاني ثانوي، يعني باك 1 بليسي عبد القادر. بدنا نشكركم اول شيء على الالتفاته الحلوه. مشروع لكم عم تشتغلوا عليه 3 سنين، وهلا ابصر النور من خلال حصير في اكسبوزيسيون او معرض رح تصير ب 13 الشهر، يوم ذكرى الحرب الاهليه اللبنانيه، ان شاء الله مثل ما بنقول دائما تنذكر ما تنعاد. ومن خلال انتم نظرتكم للموضوع، كيف بتحبوا تشوفوها وشو طلباتكم من القيمين، هذا اللي رح نحكي عنه اليوم. اول شيء بدنا نعرف، يعني انا عرفت بشكل مختصر، اذا بدك نبلش معك كارما، شو هو هذا المشروع وكيف بلشتوا تشتغلوا فيه؟ هلا هو المشروع مقسم لقسمين، رساله. نعم. هي رساله موجهه لرئيس بلديه بيروت مسيو عيتاني. نعم. وحنقدم له اياها الاربعاء ان شاء الله الساعه 9:30 الصبح، ورشينا الاربعاء 11 الشهر. ايه صح. نعم. وهذا رشينا زميلنا سعد الدين رمضان اللي هو اخذ الموعد منه. نعم. ونحن هي مجموعه من الطلاب كتبنا هذه الرساله من كل قلبنا، وحطينا فيه كل ما طلبنا، اللي هو فتح بيت بيروت. بيت بيروت اللي هو اللي بيت اللي منطقه السوديكو. صح. اللي عم ينعمل فيه هلا بس معارض، وهو مقفل امام العالم. صح. اوكي. ونحن عم نطلب كنا من رئيس البلديه انه يفتتح هذا المحل كمتحف للجميع، مش بس للمعارض بس، وعم نطلب منه يصير محل للسلام، وين ما الناس فيها تحكي، وين ما الناس فيها يمكن يصير في سماح هونيك، وين ما الناس كمان فيها تروح وتحكي وتشوف كل شيء اللي صار بالحرب كرمال ما تنعاد. نعم. اكيد لنشر السلام اولا، وبعدين ثاني بختي من المشروع حيكون تيمونياج، يعني هي في ناس ادلوا بشهادتهم خصوصا على المدرسه خلال الحرب، اللي هو السي بي او تاعو مدرستنا مسيو تانير، وام احدى زميلاتنا اللي هي مدام نابلسي، عن الشارع مار الياس خلال الحرب. وهذا الشيء حنصورناه وحنعمل له مونتاج، كل من يقدر يستعمل بالمستقبل كأداة للتعليم تاريخ الحرب، لما يقبل وزير التربية انه يحط تاريخ الحرب اللبنانيه بالمناهج اللبنانيه. المناهج اللبنانيه، يعني انتم بدكم تاريخ الحديث. صح. يعني اللي انتم شوي قريب لكم، اللي بيك وجدك خبرك عنه. صح. لا تقدري تعرفي، الواحد بصير فيه عنده محبه اكبر
لهالماده، يعني بصير يتعلمها من قلبه اكثر. هلا بدنا نحكي بعد شوي انا وياكي شو بدك يصير بداخل بيت بيروت، يعني شو المطلوب يصير، شو المطلوب تصير اللقاءات مع مين، وكيف مين يفوت على هالمكان وشو يصير. بس خلينا نتعرف على ثاني مشروع مع حسن. حسن، في مشروع ثاني انت كمان اشتغلت عليه مع فريق عمل طبعا، شو هو هالمشروع؟ كمان عن ذكرى حرب الاهليه عم نحكي. نحن درسنا كمان عن مادة لتغتشغ السوسيتي، رسمنا حيط رسمي عن السلام. حبلش بلتغتشغ السوسيتي. لتغتشغ السوسيتي هي مادة عم ناخدها، هي بين الفرنسي والإستوار، بس هالسنة كان التام تاعة هي الحرب اللبنانية. هي مادة جديدة أضيفت؟ يعني عنا إياها نحن بس بالليسي، عنا الحظ يكون عنا إياها. مين اختارها للإدارة؟ على ثلاث أساتذة كفاتوا بالمشروع ونفذوه. بس انا اتفقوا بهالمادة يشتغلوا على الحرب اللبنانية. هي كتب خاصة بتدرسوا فيها ولا لا؟ باوربوينت. نعم. بهيدا المادة بنشتغل عن تاريخ الحرب، بخبرونا عن احداث الحرب وكل شيء صار. فيعني هذا مثل اذا بدك كتاب تاريخ حديث. نعم. يعني نحن عنا الحظ يكون عنا هيك مادة وهذا الموضوع. كمان مثل ما قالت زميلتي كارما، يعني كثير منيح يحدثوا كتاب التاريخ ويكون موجود هذا الشيء، لانه هذا تاريخنا الحالي. نعم. مثل ما انت قلت، تذكر وما تنعاد. صحيح. يعني انتم عم تلاقوا اللذه بدراسه صرتوا ماده التاريخ من خلال لتراتور سوسيتي، اللي هي بتحكي عن الفلسفي والاجتماع، يعني زي ما نحكيها بالعربي بطريقه انه تحكوا عن التاريخ الحديث. يعني مثلا انا اذا بدي اسالك هلا، شو اضفت من خلال هالماده لمعلوماتك عن تاريخ لبنان؟ فيها تكون ثقافه، يعني نعم ثقافه هي، وكمان هي تاريخنا يعني بعده موجود لهلا. يعني فينا نشوف السياسيين تاعت الحرب الاهليه اذا مش هن اولادهم بعضهم موجودين لهلا. نعم. يعني التاريخ حلو الواحد يسمعه، يعني زهقنا شوي من كل شيء قديم. يعني صرت اكثر فايت وانفولد اكثر باللي عم بصير هلا، يعني نفهم حوالينا اكثر اذا فهمنا الحرب. هذا اللي عم بصير. برافو، يعني التفاتي كان كثير حلوه من هالمدرسه لاضافه هالماده. برافو. داخل بيت بيروت كارما، شو بدنا نشوف؟ يعني وشو المطلوب من رئيس بلديه بيروت انه يعمل؟ اول شيء يفتح البواب، بواب بيت بيروت لكل العالم. كل الطلاب ولا كل العالم؟ لكل العالم. لكل العالم. شو بده يصير جوا؟ هلا جوا هو اصلا متحف خالص. نعم. وفي كثير معارض من زينة الخليل، اكيد بتعرفوها، هي رسامة. نعم. هي اللي فاتت وعملت المعرض جوا، وهو بيحكي عن مثلا فيك تسمع فيك تشوف هونيك كثير اشياء، وفي كمان شيء لذكرى الناس اللي اختفوا خلال الحرب. نعم. هو خالص مخلص يعني المتحف، ونحن بس عم نطلب منه انه ينفتح، يصير في محل يمكن ليصير في كونفرنس لحتى يتلاقوا الناس اللي كانوا عايشين الحرب ويرجعوا يحكوا عنا. نعم. بس من دون ما نرجع نطلع الفتنه بيناتهم، يعني يطلعوا كل شيء في وجع، بس يكون في عندهم مرافقه طبيه، يعني مثل اطباء نفسيه كمان يساعدون بهذا الشيء. نحن هيك كانت فكرتنا، يمكن هذا حلم، بس ان شاء انه نحن بنتمنى انه هذا الشيء يتحقق. يعني كمان يعني يصير مكان للمصالحه، عم تحكي يعني اذا في بعد شويه قصص محقنه بالقلوب يجوا ينفش الخلق بهالمكان هيدا، ويكون يعني افضل وافضل الاستمراريه بمحبه حتى ابدا، مثل ما دائما نرجع بنقول تنذكر وما تنعاد. حسن، في الوول، الحيط اللي انعمل بالمدرسه، مزبوط. شو انعمل عليه وشو رح نشوف خلال يوم العرض اللي هو 13 نيسان داخل مبنى مدرسه الليسي؟ هيدا حيط ضلينا اكثر من شهر شهرين تقريبا عم نرسم. نعم. جرافيتي يعني ولا كيف؟ لا، رسمنا سيلوات. نعم. وفي يعني رسمنا شي اربع الوان تقريبا بهيدا الحيط. نعم. وهيدا يعني فيها نشوف مثل سميناه حيط السلام، انه فيه اشكال، انه نجوم وشمس وهيك قصص. هيدا يعني فيه كل شيء فينا نشوفه قدامنا بلا، يعني نحن وبعض، نحن وقراب، مثل الاختلاف بهيدا الحيط بيقرب للسلام اذا بدك. نعم. مثل عندنا نحن بالساعة عبد القادر تنوع بالاديان والطوائف، وهيدا الشيء يعني هيدا شيء كثير منيح عنا اياه، ونحن كمان مدرسه لهيك، انه قدرنا نحكي عن هيك قصص وما قدرنا نخبي هالقصص، وحكينا مثل ما حكينا عن الحرب، وقدرنا نرسم هذا الحيط. نعم. يعني بيرجينا كمان التنوع هذا الحيط. يعني هالحيط رح يضل موجود داخل حرم المدرسه، يعني كل العالم رح بتشوفه اللي بتفوت على المدرسه، اللي هو حيط السلام مثل ما سميتوه. نعم. ورح يتم افتتاحه كمان بيوم 13 نيسان. شو رح بصير كارما ب 13 نيسان بالمدرسه؟ ب 13 نيسان عاملين نحن عرض حنقدم فيه الرساله المفتوحه للاعلام. نعم. اهم شيء لوريان نحن عم نتعاقد معهم هلا، وحيصير في ديمو، حيصير في مثلا كلمه بيقولها يمكن استاذ عم نحكي عن شو صار هن خبرتهم بالحرب. وهذا هي بالاجمال هيدا نهار، وكمان اكيد هن مشاركين، هن مشاركين بالنسبه لل كذا اكسبوزيسيون كذا. برافو، يعني مشروع عم تشتغلوا ثلاث سنين هلا ابصر النور.
نحن كمان متوجه من رئيس بلدية بيروت انه نحن بدنا نحط ايدنا بايد طلاب هالمدرسة اللي كان عنده التفاتة كتير حلوة وهن بالنتيجة هن مستقبل البلد وانتم مستقبل البلد. مشكورين وجود لك بكل شيء عم تعملوه. بس بيضوا الوجه وبراود اوف يو بكل شيء عم تعملوه. لكل المشاهدين لكم نحن مكملين على الصباح، ناخذ بريك وبعدها بنعود للمتابعة لليوم السبت. خليكم معنا، ما تروحوا لمطرح. إذن عودة معكم للمتابعة. سؤالي عبر صفحة الفيسبوك هو قديش الإنسان حلو يعيش، أو شو رأيكم بالواحد يعيش بسلام داخلي وحياة متواضعة ومسالمة؟ يعني قديش ممكن يجيب الإيجابية لذاته لنفسه ويعرف أنه السعادة موجودة عنده هو، في ينطلق منه هو وما يفتش عليها بين القصص أو بين الأشخاص، لأنه الشخص هو اللي بياخد هيدا القرار الذاتي. بدي ننتقل لموضوع من نوع آخر، صيداوي أح، واللي هو عم بصير نشاط كتير حلو على يومين ب 14 و15 نيسان بخان الفرنج بمنطقة صيدا. ضيفتي بالاستوديو رح تحكي أكتر وأكتر عن هالمشروع اليومين، دانيا دادا، رئيسة نادي روتراكت صيدا. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير عن جديد. يعني دانيا اللي عم بصير هو صيداوي أح، بس نسمع يعني شوي كأنه منحس أنه كل شيء رح منشوفه هو صيداوي، ونحن صيدا على راسنا بنعرف قديش أنا إلي علاقة هيك حميمي مع صيدا، أهلي وأختي والعالم وأصحابي كلهم بهالمنطقة هيدي اللي هي ترفع الراس بأهلها وبشعبها. أول شيء شو صيداوي أح؟ صيداوي أح هو مهرجان حيكون بعنوان صيداوي أح. نعم. حيكون ب 14 و15 نيسان سبت والأحد اللي جايين بخان الفرنج مثل ما أنت قلت هلا. حيكون من الساعة 11 للساعة 11 عشية، من 11 الصبح لل 11 عشية. هذا العنوان اخترناه ليعبر عن صيدوية المشروع، يعني هيدا عبارة نحن متداولها دايما، يعني تنعبر عن انه انت صيداوي أح، انت مثلا طرابلسي أح، انت بيروت أح، ودايما الصيداوي معروف انه هو بضم الكلمات يعني. فصيداوي أح هو تيعبر عن صيدوية المهرجان يلي حيكون، وكيف كل شيء فيه حيكون من صيدا يعني. حبيت منك بضم الكلمات يعني، قصدك بضم يعني مثلا اعطيني كلمة. خبز ورز ما بيقولوا رز. ايه مزبوط مزبوط سيد. يعني هيدا رح نشوفه وين، يعني رح يكون في عرض للكلمات اللي اكثر شيء متداول اللي بيصيدوا. نعم. بقلب الخان يعني حيكونوا موجودين. الخان طبعا هالمكان الرائع اللي نحن دائما نزوره ونشوف قديش هيك بيحمل دائما نشاطات ثقافيه ونشاطات ترفيهيه، بتمنى انه الاستمراريه له. يعني الفكره كيف طلعت معكم، من اي متى؟ هي اول مره بتصير ولا ثاني مره؟ هي اول مره بتصير، أول سنه بتصير. الفكره طلعت لانه نحن بنحبها لصيدا، يعني من محبتنا لصيدا طلعنا بفكره انه نعمل نشاط صيدا بحاجه لإله لنذكر اهله بتراثه بتاريخه بتاريخ صيدا يعني. ونغير الفكره الماخوذه عن صيدا بلبنان، ونفرجيهم انه صيدا للحياه، صيدا للفرح، يعني صيدا الحياه. ما بعرف اذا بعد فيها الفكره، يعني انا بلاقي انه بالعكس، انا صيدا بالسنوات الاخيره صارت منفتحه لكل العالم. مزبوط. صار فيها اماكن. مزبوط. للترفيه، للتسليه، للسياحه، والسياحة من زمان مع قلعة صيدا واستراحة صيدا وكل الأماكن. يعني بالفعل يعني هالمنطقة بالتحديد تغيرت كتير بالسنوات الأخيرة. مزبوط. شو اللي تغير فيها؟ هات لنخبر المشاهدين. اللي حيكون موجود. نعم. بقلب المهرجان كل شيء صيداوي يعني. نعم. عنا المأكولات من الأطباق الأساسية، حيكونوا من فلافل، من فول، مناقيش، ما حأحكي كتير ديتيلز تا يجوا العالم يتفاجئوا بالإيفنت. حيكون في حلويات، كل شيء حلو معروف بصيدا، مثلا عندك نمورة، سنيورة مزبوط، عندك فستقية، جزرية، في. نعم. كتير يعني إذا بدي أحكي فيهم كلهم ما بخلص. نعم. عندك الحرف والمنتوجات الصيدوية كمان، يعني صيدا مشهورة بالزهر الليمون. نعم. اللي بتصنع المزهر، بتصنع أكيد. الورد،
هدول صيدا رح نشوف القصص التقليدية الأصلية يعني داخل هالمعرض اللي رح نشوفه هاليومين بخان الفرنج. يعني بنعرف نحن قدي صيدا قريبة ما بدها شيء يعني أوقات يمكن تاخد معنا إذا ما في عشقة 20 minutes من بيروت لنوصل لها, بس وقت يروح الواحد على صيدا مش معقول ما يمرق على هالأماكن الرائعة اللي من الحلويات المشهورة فيها منطقة صيدا أو الليمون ليمون صيدا أو كل الفواكه الموجودة. يعني بعد بتلاقي الخير موجود بهالمنطقة, حتى أسعار المحلات بصيدا ارخص من المحلات ببيروت, يعني كمان بعد في هالخير متعملوه. طيب وشو رح نشوف كمان؟ رح يكون في حرف, يعني عندك الصابون, عندك النجارين, كراس الخيزران, العطاره, يعني خلي قصص اصلا في معمل صابون او معرض الصابون اللي موجود بمنطقه عوده مزبوط, وفي غيره كمان في غيره, يعني كمان. في كتير في غيره, في غيره يعني وفي بأعالي منطقة صيدا كمان في قصر متحف, يعني في مناطق سياحية كتير كبيرة يزورها الواحد بهالمنطقة بالتحديد. رح نشوف أذن حرف من أشخاص بعدهم بيشتغلوها لهلا, بعدهم لهلا بيشتغلوها. طيب شو رأيك نشوف تعريف بسيط عن هالمشروع اللي مين فيها النشاط ب 14 و 15 من خلال هالتي في سي؟ كيفك؟ هاي جان رضا. قد ايه حلو تحملوا حالكم عشيه وتطلعوا على منطقه صيدا بمنطقه خان الفرنج وضواحي الكافيات, القهاوي, المطاعم, الاكل الطيب, تطلعوا وتقضوا وقت, وقد ايه يعني التواصل حلو مع العالم, التواصل بتحس حال واحد قاعد بيته, كل العالم تعرف بعضها بصيدا. مزبوط, يعني نحن بس نمشي بشوارع صيدا القديمه بتلاقي مثلا عمو مرحبا اهلا, كله بيصبح فيك, بيأهل فيك, بيضيفك, يعني ما تخيل الكرم اللي عنده. صحيح, يعني شعور الـ يعني بتحس مثل قرب بالقلب, يعني بتحس ان كرمه, يعني هذا الحلو فيه للصيداوي انه طيب. نعم طيب كثير. انا بدي اوجه تحيه للمملوك بصيدا كمان, يعني كمان هو من المناطق المقصوده من الاماكن والريستورنتس المقصوده بمنطقه صيدا والطيبه كثير كثير كثير. الفعاليات والمشاركين معكم يعني صار في سهوله بالتعاطي كثير, يعني دائما بيشجعونا. نعم, وخاصه على هيدا المشروع كثير مشجعينا لانه يعني هن كلهم بحبوا صيدا. نعم, وعم بيشجعوا المشروع اللي بيحكي عن صيدا. نعم, وقريبا رح تشوفوا هيك فيديو كيف هن مشجعيننا بأي طريقة خلينا نحكي شوي عن نشاطاتكم بروتراكت. حضرتك رئيسة النادي. نعم, اللي هو منتشر بلبنان وكتير فروع بالعالم كمان. روتراكت صيدا يعني هدفه صيدا ومشاريع أخرى. حأحكي عن روتراكت أول شيء إن جنرال. نحن روتراكت تابعين لعائلة روترية اللي هن روتري والروتراكت والإنتراكت. روتري هن الكبار, روتراكت اللي من أعمار 18 ل 30. مزبوط, والإنتراكت اللي هن بين 14 و 18 سنة. نحن تابعين ل يعني هي منظمة دولية في منا بكذا بلد حول العالم. ونحن في 23 نادي بقلب لبنان منهم صيدا, يعني مجموعين ضمن مثل إذا بدك ديستريكت أو محافظة حوالي 9 بلاد. كاروتر أكت صيدا أكيد نعمل مشاريع صغيرة وكبيرة, هذا المشروع صيدا بقى هو من المشاريع الكبيرة اللي نحن عنا إياها. كمان مثل هذا المشروع صار مشروع تاني من بأكتوبر 678 اللي هو سوق الأكل اللي معروف بكل لبنان, نحن جبناه على صيدا. نعمل بيه صيدا, وكان إجا أكثر من 10,000 شخص تقريبا. وكان هدفه أنه نضوي شارع بصيدا على الطاقة الشمسية. شو حلو. هذا المشروع بعده قائد التنفيذ, يعني بعده مخلص. نعم, والشارع اللي حيتضوى هو على مدخل صيدا على الأولة. نعم,
يعني قريبا بتشوفوا شارع يعني بتشوفوا مدخل صيدا مشعشع ان شاء الله. هو اصلا صيدا بحد ذاتها بتفوت عليها بتحسيها مضويه باهلها وبشوارعها، دائما فيها حياه دايما. بالفعل وكمان يعني وقت دخل عليها المولز ودخل عليها المحلات التجاريه الكبيره والسينما، يعني كمان صارت منطقه بحد ذاتها في الواحد يعيش بقلب صيدا وما يظهر منها، يعني مدينه بحد ذاتها. مظبوط، هي مدينه. نعم وقريبه كثير على بيروت، قريبه على كل المناطق. نعم. مشروع تاني نحن كمان اشتغلنا عليه من حوالي السنة تقريبا. نعم. كان ماراثون صيدا اللي كان بينعمل لأول مرة. صحيح. بالتعاون مع جمعية ماراثون صيدا. شارك فوق 17,000 شخص. حلو. وبالمناسبة بهدول المشروعين الكبار اللي عملناهن من شي شهر تقريبا نحن كاروتر أكت صيدا استلمنا جوائز على الديستريكت ليفل، يعني على التسع بلاد كرمال هالمشاريع الكبيره اللي نحن قمنا. نعم. فيهم. انا بدي اقول لك يعني دانيا ان شاء الله بدي دانيا بالتوفيق يا رب لروتراكت ولمشاريعكم، ندعي العالم كله يشاركوا من كل المناطق اللبنانيه. نرجع بنذكر بالوقت وبالمكان من اي ساعه لاي ساعه بليز. انا بس حابه هو حيكون نهار السبت. نعم. والاحد ب 14 و15 شهر بخان الفرنش. حابه بس اقول شيء انه هو ما في مدخوليه على المهرجان، يعني الدخول مجاني. دخول مجاني. نعم. حيكون في كيدز اريا كمان للولاد. نعم. وفي انترتينمنت سكادجول اللي بحب كمان يتابعنا على الصفحات الاجتماعية بتابع السكادجول كيف حيكون. نحن ما في رنت، يعني نحن مش اخدين اجار ستاندات من العالم اللي موجودة. فري كله فور فري، ليكون الاسعار رخيصة. مظبوط، هذا المطلوب. فانا بحب اشكر السبونسرز اللي دعمونا حتى نسكر التكاليف الايفنت، يلي هن مستشفى حمود. نعم. شركه سما الوكيل الحصري لقنوات بي ان. نعم. ومستشفى الراعي كمان على دعمهم اللي يعني الدائم. يعني بما انه انتم مأمنين المكان لكل التجار وكل المشاركين، يعني انتم لازمين انه يعملوا سعر مخفض للمشارك او للزائر اللي رح يجي يزور هالمنطقة ليقدر يتبضع ويعمل شوبينج بحاجة لها لبيته من كل منتوجاتكم ومن كل حرفكم. انا بدي لك جود لك، برافو، الله يكثر من امثال هالشباب يلي بيشتغلوا على هالمشاريع هيدي. كثير حلو لبنان يبلش صيفيته او 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 الربيع، يعني بنص الربيع بهيك مشروع رائع بهالمنطقه الرائعه اللي فيها كل شيء، فيها الاماكن الحضريه المتطوره وفيها الاماكن التقليديه القديمه اللي بعدنا بنقدر نشوفها، وهي منطقه صيدا عاصمه الجنوب. ثانك يو لك. ميرسي كثير لك. ثانك يو لكل مشاهدين، نحن مكملين احنا وياكم عالم الصباح. ملاحظين انا كنت تكون مهيبر اكثر اليوم بين دانيا وبين ساره بين روا. ساره سمعتيني؟ بسمعك. تسمعيني؟ ايه اكيد. نروح لعندك على المطبخ. انت بتحبي، انا تعرفت انه بتحبي تطبخي بهدوء، ما بدك تسمعي صوتي يعني. لا عم بمسح. بدي اسمع بس صوتك. لعند ساره ورشيد ملح. خلصنا السلاد وهلأ عم نحضر، بدنا نحضر الطبخة الثانية اللي هي البيض المسلوق يلي رح نلفهم باللحمة. نحضر اللحمة نلفهم نقليهم شوي بالزيت، نقلبهم إذا بدكم ننشفهم بالزيت، نرجع نطبخهم مع خضرة بيبي بوتيتو بطاطا صغيرة جزر وبازيلا شامبينيون وبصل صغير. هون بالطنجرة أنا أوريدي قلبتهم بالزيت، ما بدنا نكتر كتير مي لحتى ما يكون في كتير صوص. اوكي، بس اهم شيء انه اول شيء برجع بقول بدنا نقلبهم بالزيت ونرجع على نار واطي رح حطهم، نقلبهم بالزيت نملحهم نبهرهم ونحط لهم نربوا مي، ومين وايل بنكون نحن عم نشتغل على اللحمه. منخلص البولات اللحمة والبيض منحطهم فوق الخضرة، نغليهم شوي صغير وبتكون جاهزة الطبخة. عندي هون 250 جرام لحمة مفرومة ناعم بإناف لحتى يغلفوا 6 بيضات. أوكي، رح حط لهم بقدونس مفروم، ورح حط لهم كعك مطحون شي ربع كوب، رح ابرش لهم بصلة وسنتوم
لحتى هيك ناكل اللحمة. ورح أفقسلهم بيضة نية، لكن بيض بيضة وكعك مطحون لحتى اللحمة ما تفرط وتفرط يعني وتفتح عن عن البيضة المسلوقة. اوكي رح احط سنتوم كمان، رح ابرشه ملح وبهار اكيد، اوريجانو كثير عم استعمل اوريجانو اليوم بيلبق مع اللحمه. فوالا مثل ما قلت ملح بهار اسود اوريجانو. اوكي بضل عنا البيضة المسلوقة البيضة النية. رح احمي الزيت ولا. بهذا الوقت ريحتهم كتير طيبة كتير حلوة ريحتهم عن جد، البقدونس الكعك خلطة كتير هينة. هلا انا اوريدي بلشت قبل عملت ثلاثة، رح افرجيكم بس كيف بدي غلفها للبيضة. اوكي رح اخد بول اكبر من البيضة بشوي. اوكي فوالا بفتحها هيك بمدها باخد بيضة بحطها بالنص وبصير بعليها للحمة شوي شوي لحتى تغلف البيضة. اوكي ما بدنا كتير نسمك اللحمة على البيضة مشان ما كتير تاخد وقت تستوي، بس كمان ما بدنا تكون كتير رقيقة وتفتح، بدنا نغطيها نرجع منكبسها هيك بايدنا لحتى نتأكد مظبوط. فلا اوكي انا رح كفي، لكن لف البيضات الباقيين واقليهم وبرجع بشوفكم باخر فقرتين من رشة ملح لنكفي هيدي الطبخة والطبخة الثالثة. بنروح عند جوزيف. جوزيف لازم ضلني مركز معك لأعرف أمتين تلاقي لعندي. انت هيك بالبيت هادي ورايقه كمان؟ مش عطول. مش عطول مع صبيان صغار؟ لا مش عطول. نرجع لك سارة بعد شوي. أوكي. طبعا الحلو بلبنان كل يوم سبت مثل هالوقت نحكي عن موضوع بيئي بامتياز، وموضوعنا هالمرة هو عن ليلة المتاحف في لبنان. قديش هالليلة رح بتكون مميزة مع عدد كبير من المتاحف اللي موجودة عنا، رح نتعرف عليها أكتر بعد البريك. عودي معكم للمتابعة. مثل ما قلت لكم الحلو بلبنان كل يوم سبت مثل هالوقت ضيفتي لين طحيني أساطلي مستشار وزير الثقافة طبعا معالي الوزير غطاس خوري. حلو بلبنان. ليلة المتاحف بلبنان ليلة رح بتكون مميزة، رح نتعرف عليها أكثر مع مدام لين. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ليلة المتاحف بلبنان نشاط لأول مرة بيصير؟ لخامس مرة بيصير. لبنان نحن كبلد عضو بمنظمة العالمية الفرنكوفونية. بشهر أذار كل سنة مننظم بالتعاون مع السفارات الفرنكوفونية الموجودة بلبنان فعاليات شهر الفرنكوفوني، يعني نشاطات ثقافية ترفيهية. وقررنا أنه مش بس ندعم هالسفارات، الوزارة الثقافة يكون عندها دور مميز، وطلعنا بفكرة ليلة المتاحف. هالسنة ليلة المتاحف نهار السبت 14 أذار،
رح تفتح متاحف لبنان ابوابها من الساعه 5 للساعه 11 مجانا لكل اللبنانيين يكتشفوا مقتنياتها الاثريه. شو حلو، يعني كل هيك الليله بتقول من 5 بعد الظهر ل 11 بالليل الابواب مفتوحه بكل متاحف لبنان؟ كل متاحف لبنان بكل مناطق لبنان. وين؟ يعني نعرف وين؟ اكيد في اول شيء في عنا متاحف موجوده ببيروت. نعم. في عنا اكيد المتحف الوطني اللي كنا بنعرفه، عاده بنتظاهر قدام المتحف الوطني، هالمره رح تكون زياره ثقافيه ترفيهيه. نعم. في عنا متحف المعادن او متحف الميم، في عنا متحف ما قبل التاريخ الموجود داخل حرم الجامعه اليسوعيه. نعم. في فيلا عودي، وفي كمان متحف الاركيولوجي للجامعه الامريكانيه يلي هو ثالث اقدم متحف بالشرق الاوسط. نعم. وفي عنا متحف موجود داخل مصرف لبنان، متحف مصرف لبنان كمان اللي كمان عم يشارك معنا هالسنه، اللي فيه عملات نادره طبعا وقديمه، عملات نادره لبنانيه واجنبيه أجلي. وحتى في من الاشخاص يزينوا حالهم بالعمولات. نعم. يعرف الواحد قد ايه وزنه. نايس ايديا. وهول المتاحف الموجوده اللي عم بتشارك معنا، وفي كمان متحف نيكولا ابراهيم سرسو للفن الحديث. نعم. هول المتاحف الموجوده داخل بيروت. نعم. بس في كمان متاحف عم بتشارك معنا وموجوده خارج بيروت، مثل في متحف سيليسيا في انطلياس، في عنا متحف ايتام الاباده الارمنيه الموجود بجبال. نعم. في عنا متحف مقام الموجود ايضا بجبال، وفي عنا كمان متحف الاثنوغرافي الموجود داخل جامعه البلمند، هيدي للمنطقه الشماليه. بس في عنا هيديك السنه مدينه صيدا قررت يكون عندها كمان حضور مميز بليله المتاحف، في متحفين بصيدا، متحف الصابون ومتحف وقصر دباني. هول كمتاحف قصر دباني كنا عم نفتش على الاسم من شوي. وبعدين مدينة صيدا حبت بهالمشاركة تفتح كمان بيوتها الأثرية مثل خان الفرنج وقصر علا ليكون عندها انه حضور مميز خلال هيدي الليله المميزه. نعم. لين يعني الكل تجاوب معكم بالنسبه لهيدي الليله؟ ايه، من وقتها ما بلشنا، يعني بدي اقول شغله انه كل القيمين على المتاحف من وقتها ما بدات هالمبادره كانوا كثير متعاونين ومحمسين. نعم. وبلشنا اول سنه كان في 4 متاحف عم بتشارك، هالسنة في 13 متحف. يعني أول سنة وقتها شفنا قد ايه اللبنانيين محمسين وعم بيجوا بأعداد كبيرة، صار إذا بدك صار عدد المتاحف اللي عم بيحبوا يشاركوا أكثر. قد ايه أهمية إنه اللبناني يشوف متاحفه القريبة؟ بيقولوا الكنيسة القريبة ما بتشفي، يعني هو لازم أشوفها، مش السياح فقط اللي هن يفوتوا يتفرجوا على المتاحف الموجودة بالبلد عادة. نحن أكيد هدف وزارة الثقافة هو تنمية الحس الثقافي عند المواطنين، وكمان نفرجي أنه زيارة المتحف مش بس زيارة مع المدرسة، أنه فيها تكون ترفيهية ثقافية. صحيح. الواحد يروح على المتحف مع عائلته، هيدا أكيد هدف. حتى الدخول أو الانترنس يعني اللي بتكون شبه مجانية للبنانيين، يعني كتير رخيصة لكل المتاحف، يعني هيدي يمكن فكرة ما بيعرفوها، لازم الكل يشوف هالمتاحف. صحيح. بس العالم المشكلة أنه مش دايما عندهم مثل ما بيقولوا بالفرنساوي ريفلكس يروحوا على المتحف. نعم. يعني عندهم يمكن عادي يظهروا يروحوا على متاحف على مطاعم. يعني نحن الهدف أنه نفرجي أنه لا، أنه فيهم هاللبنانية يتعرفوا على تاريخهم العريق ويفتخروا فيه. نعم. أكيد. واكيد لا انا بعرف انه مثلا بتروح على تركيا بتشوف اول شيء بيروح على توبكابي، بيروح على المطارح. صحيح. يعني قلنا عادي نعمل هالشيء خارج لبنان. خارج لبنان، بس بلبنان ما عندنا هالعاده انه نروح على المتحف. نعم. ونحن حبينا كمان بهالليله اول شيء نسهل التنقلات للعالم. كمان. يعني في باصات عم تنقل اول شيء، في باصات داخل مدينه بيروت على خطين، خط بيروح صوب الحمراء وخط بيروح صوب الاشرفيه، هول الباصات مجانيه. كل نص ساعه الواحد في يطلع عليها ليتنقل. أيوة. ويزور هالمتاحف. هالباصات من وين تنطلق عفوا؟ تنطلق من الموقف يلي بوجه المتحف الوطني. نعم. في موقف كبير موجود بوجه المتحف. وبتبرم على المتاحف كلها ببيروت. بتبرم على المتاحف، الاوقات في شويه نطره اكيد حسب. نعم. العجقه، بس الواحد بيطلع الباص ما منه مضطر يدفع. نعم. وفي يتنقل في يعني مثل سيركوي.
يعني حلوة ظهرة حلوة راح بتكون أكيد. أي متى بس رح ما خلصنا كمان في في بسيط صوب المنطقة الشمالية المنطقة الشمالية وصوب صوب صيدا صحيح. بس بدي إنه حدد هالشغلة إنه البسيط يلي عم بتروح خارج بيروت في بس يعني بتنطلق الساعة 5 وبترجع الساعة 10 وبدها حجز لأنه أكيد ما فينا نعرف كم شخص بدهم يروحوا أكيد بيحجزوا الواحد على فيرجن تيكتينج ولكل الأشخاص اللي عندهم أسئلة في صفحتنا الفيسبوك نويد ميوزي ليبان فيهم يطرحوا الأسئلة ونحن دغري منجاوب تنقدر نساعد هالعالم اللي حابة تشارك معنا. على فكرة أنا بدي لك شغلة لين أنا عملت برنامج اسمه قصور ومتاحف بلبنان كان ما يقارب 150 حلقة عن قصور أثرية في كتير قصور ومتاحف كل لبنان مرمتها أنا وشفتها وشفت قدي فيها قيمة عالية ثقافية رائعة وخاصة المتحف الوطني للأيوبي يعني كتار مسرسو إلى آخره فبتمنى الكل يشوف ويزور هالمتاحف عندكم فرصة رح تكون ب 14 شهر صحيح وفي مفاجآت عديدة في في عرض ثلاثي الأبعاد على واجهة المتحف الوطني يعني 3D mapping في مفاجآت ما رح أحكي عنها بس أكيد منشجع الكل نعم في شيء رح نشوفه تي في سي ولا مرة تي في سي عن النشاط عن المتاحف ما في تي في سي عندهم صور عم بيقطعوا كانوا شفنا صور كل اللي مرقت فإذا بندعي كل العالم تلاقينا على بيروت وعلى شمال لبنان وعلى منطقة صيدا بجنوب لبنان يزوروا المتاحف يوم مجاني من الساعة 5 لساعة 11 بالليل يوم 14 الشهر ضروري كل حدا فيكن يشوف هالمكان تحبي تقولي شي بعد لين آخر حديث نعم بشجع الكل أكيد يزوروا هالمتاحف نعم. ويشاركونا بهالحدث ترفيه الثقافة ونحن بنفتخر نعم. بتاريخنا العريق وإن شاء الله كل اللبنانيين يعني يكون عندهم هالإحساس معنا Good luck مشكورين على هالنهار بالفعل التفاتة حلوة للبنانيين منكن نحن وياكن رح نروح على صلاة السينما اللبنانية قبل ما ناخد بريك ونشوف شو في عنا أفلام عريضة Got the garden. Help yourself to anything. Wait, didn't you try to eat me? Show me your teeth. Do like a goat, like... It was you! I knew it! How are you? So good to see you. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأنيميشن بيتر رابت وهو اقتباس عن الرواية الشهيرة عن الأرنب الثائر بيتر اللي بيتسلل بالسر إلى مزرعة خضار بأصوات جيمس كوردن دوم هول جليزن والفنانة سيا والثريلر The Hurricane Heist بنسختين 2D و3D عن لصوص عم بيحضروا لسرقة كبيرة لخزينة الدولة الأمريكية بالوقت اللي فيه إعصار قوي كتير عم بيقرب من أحد المراكز مع توبي كابل وماجي غريس إذن ناخد بريك وبعدها منعود للمتابعة خليكم معنا عودي معكم للمتابعة طبعا السوشيال ميديا اللي هي صديقتنا اليومية في قصص كثير منيح لازم ننتبه لها عليها ويمكن لازم نحذفها شو هي اليوم علي رح خبرنا عنها بالسوشيال ميديا باخذ وقته باخذ نفس عمي ما بعرف شو بصير بس تجي انت علي نهار السبت ما بعرف شو بينتزل خبرين صباح الخير صباح النور اشتقنا لك هلا انا اشتقت لك زمان ما عم نكون السبت يعني هلا خلص ان شاء الله بنشوفك دائما السبت اكيد عم برك على الاحد اكثر قبل شو اخبارك منك زي بعرف يا خيي ما بعرف السوشيال ميديا انا بالعكس بتهمني كثير وتكون قاعد بالبيت بتابعك بشكل افضل يعني هيك بشوف التفاصيل بشكل احسن اليوم لا الاخبار لازم نعرفها ضروري في اوقات قصص بتضرنا على السوشيال ميديا من دون ما نكون احنا عارفين بقى شو هن قبل ما نفوت بهو نعم. خبريتين على السريع اول خبريه هي نعم. سناب شات اطلقت خدمه الجروب كول يعني اليوم صار فينا نعمل اذا نحن واصحابنا عبالنا نحكي مع بعض فينا نحكي فيديو كول مع بعض يعني. كونفرنس كول لحد 16 شخص مع بعض ايش واوديو لحد 32 شخص لا ولو
100%. هلا ما بعرف قد ايه في ناس رح حدا فهمان على حدا يعني بس ايه ما بعرف قد ايه في ناس رح تستفيد من هيدا الشيء. نعم. بس خدمه جديده وخبريه كمان لها علاقه بالفيسبوك. نحن حكينا من اسبوعين تقريبا عن الفضيحه اللي صارت مع فيسبوك من ناحيه المعلومات اللي تسربت. اليوم فيسبوك اخذت قرار بايقاف الخاصيه يلي بتسمح لاي شخص يبحث عن اشخاص تانين باستخدام الايميل تبعهم او رقم التليفون تبعهم. اوكي. يعني قبل انا كان اذا حطيت رقمك جوزيف أوكي. على الفيسبوك بقدر لاقيك ولاقي الاكونت تبعيتك. اوكي. وكان في اوبشن او اختيار انه انا الغي هيدا الشيء انه اذا ما بدي حدا يلاقيني من خلال رقمي. نعم. اليوم هيدا الاوبشن كله على بعضه بطل موجود. يعني اليوم انا ما بقدر او اي شخص ما بيقدر يفتش بقى على حدا باستخدام رقم التليفون او الايميل. ليه؟ لانه شو كان يصير؟ كان اذا في شركات عندها تنعتبر 1000 رقم تليفون لاشخاص يحطوهم ببروجرام يسحبوا كل معلوماتهم على الفيسبوك. اوكي. اليوم بطل فينا نفتش على هول الاشخاص. صار في خاصيه يعني أكثر. خصوصيه اكثر تما حدا يلاقينا من خلال رقم التليفون او من خلال الايميل تبعنا. نعم. بطل فينا يعني بطل في هذا الاختيار انه نحن نفعله ابدا. نعم كثير منيح. فهول خبريتين 8 شغلات لازم نحذفها عن السوشيال ميديا. اوكي يعني السوشيال ميديا بالاجمال. بالاجمال. نعم. فيسبوك، تويتر، انستغرام، 8 شغلات لازم نحذفها. شفتوا اللي معي تليفوني رح بلش. يلا بلش بلش اللي معنا يبلش كمان. اول شغله كل شيء بوست حاطينهم ممكن يكونوا سبب لمشاكل سياسيه او مشاكل امنيه بحقنا. يعني اليوم في كتير ناس بتروح بتقدم على فيزا تتسافر على بلد معين بيكونوا من سنه عاملين شير لموضوع سياسي او صوره اسلحه مثلا او راي سياسي شوي حساس. وصدقوني يا جماعة اليوم السفارات بينكشوا هالمواضيع. اوكي وخاصة اوكي في سفارات يعني اي بوست اذا كاتبين كاينين شيء او عاملين شير لصورة او لموضوع هيك سياسي حساس منصحكم تشيلوا منصحكم ما بقى تعملوا شير لهالقصص. اوكي هاي اول شغلة. هيدي ما عنديها غير الابليكيشنز اللي بطلنا عم نستعملها ان كان على التليفون او ان كان على الفيسبوك مثلا في ابس. أوكي. وكمان من واحدة من الأسباب لتسريب هيدي المعلومات إنه الناس عم تنزل applications وتترك applications ما بتستعملها. بيصيروا مطورين هاي الأبليكيشنز بيقدروا يستخدموا هيدا التطبيق ليسحبوا معلومات عنك. أوف. فأي application على الفيسبوك أو على التليفون أو على التويتر ما بقى عم نستعملها نفوت ونحذفها. ما في داعي إنه تبقى. صح أكيد. يعني حتى لو المطورين تبعوله ما عم يسحبوا المعلومات بس نحن عم ناخذ هاي الدرس. انت بس مجرد ما انه تعملها ديس اكتيفيت يعني ولا بدل شو ديليت 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 الابلكيشن بالفيسبوك في ابلكيشنز من نعم. الالعاب او الحزازير او هول اللي انه شو نوع شو هي اذا عم تستعملها اذا عم تستعملها تركها بس يعني اذا يعني اكيد اذا هي ابلكيشن مفيده وعم تستعملها خليك. نحن عم نقول هون انه للقصص اللي ما عم تستعملها هيك هيك انه بلا ما تبقى يعني خفف عنها خلينا شوي. نفوت ونمحيها. اوكي اوكي. ثالث شغله صور لقلنا عم نعمل قصص مش كثير فخورين فيها. اوكي اوكي. يعني بوضع مش مهضوم بوضع مسحه بشعه يعني اي شيء منه كتير حلو بحقنا ممكن يكون يمكن حاطينه من 5-6 سنين كنا صغار هلا ما بقى يخدمنا يعني هلا ما بقى يخدمنا قصص يعني اي شيء لقلنا نحن ما حنكون فخورين اذا ناس معينه شافته. هيدا كيفك شوف اذا قديم كثير يعني فيسبوك بدك تفوت وتفتش هاي بشغلتك اليوم بدك تفوت وتفتش. ودايما بقول انا يعني تما نوصل لهالمرحله ما نعمل شير لمواضيع صحيح نهايه هاي السوشيال ميديا مين ما كان. واليوم حتى مش بس قلنا السفارات بس كمان الشركات لما نروح نقدم على وظيفه عم يفوتوا عم ينكشوا الاكونتس تبعونا. ايه صراحه ما في بس اوكي عم يفوتوا وينكشوا الاكونتس تيطلعوا علينا شغله ويقولوا ليك انا شفتك بهيدي الصوره أكيد. عم تعمل 1-2-3 ما بس انا ما بوظف هيك اشخاص. اكيد اكيد. فأي صورة نحن ما حنكون فخورين فيها أو عم نعمل فيها شيء هيك محرج خلينا نشيلها. لك كمل الحلقة لأنه أنا بدي أفكر. فكر يلا هلا بدك تشوف ما بدك. نعم. أوكي.
كل شيء بوست كمان هيدي صعبة يعني من هاي الصور أهين نلاقيهم، بس حتى البوست قديمة حطينا عم ننق عن الشغل، عم ننق عن المدير تبعنا، عم نسب المدير تبعنا، وهلا صرنا أصحاب نحن وياه مثلا مثلا، أو عم نسب الناس اللي عم نشتغل فجأة طرنا ما عرفنا ليه. مش بس طرنا، مش بس طرنا، بكرة بس كمان نيجي نقدم على وظيفة رح يطلعوا ويقولوا يا عم هيدا واحد مش محترم، هيدا واحد بنق، هيدا واحد عم يحكي على المدير تبعه على السوشيال ميديا، وصايرة مشاكل. شفتوا قديش واحد عايش بسلام داخلي يعني بهالقصص هيدي، وقت يكون عايش بسلام داخلي ما بحط هالبوست. فخلينا نرجع لورا ونمحي هالبوست. لحد هلا انا ما في شيء، هو ما عندك ما عندي هو. نعم. نشوف الجاي لقدام. اوكي لايكس، نحن على الفيسبوك وعلى التويتر بنعمل فولو، على الفيسبوك بنعمل لايك لصفحات معينه يمكن بعد فتره ما بتعود بتمثلنا هيدي الصفحات. اوكي يعني يمكن نعمل لايك لموضوع سياسي معين، بعد سنه او سنتين تغيرت قناعاتنا، بس ولكن نحن بعدنا عاملين لايك لهيدي الصفحه. في ناس بتقدر تشوف شو هن اللايكس تبعولنا ويمكن يكونوا صوره خاطئه عن نحن شو هي. طيب. انا بدي اقول لك شغله انا بعملها بدي اعترف فيها قدام العالم كلهم، انه على الانستغرام بصير اعمل فولو لا 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 مش فولو، بصير اعمل لايك 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 هيك سكرول ولايك لايك، اوقات بنتبه انه لا هيدي مش لايك برجع بشيلها، بتبين انه انا عملتها، بتبين انك اذا رجعت شلتها لا بتبطل تبين، بس باللحظه بتروح النوتيفيكيشن لا نوتيفيكيشن ما هي هي اذا وصل النوتيفيكيشن للشخص بيبين له انه انت عملت لايك. هلا اذا ما انتبه للنوتيفيكيشن وبعدين فات ما حتبين اللايك تبعيته خلص، يعني ما حيعرف. اوكي بس كمان عم نحكي عن اللايكس اللي بنعملهم على الفيسبوك، الفولو لصفحات معينه اذا بطلت تمثلنا خلينا نعمل لها ان فولو ان لايك وات ايفر. صحيح. اوكي فريندز احنا كثير بنعمل اكسبت لفريندز على الفيسبوك تحديدا كمان من لناس ما بنعرفه. صحيح. اوكي انه انا انا كل فيسبوك اللي عندي تقريبا الاغلب ما بعرفه. كمان نصيحه شيلهم بشكل عام، انه الناس اللي ما بنعرف مين هن، ما بنعرفهم شخصيا، نعمل لهم انف حتى لو كنت بابليك فيجر يعني، انه هلا بابليك فيجر شوي الموضوع غير، نحن هون عم نحكي مع جماهيرنا عامه الشعب. نعم. بابليك فيجر شوي نحن عامه الشعب، بس انه اوقات بتستقبل على بحبوك يعني بس ما بتعرف 100% يعني يمكن يزعلوا. انا دائما بقول بفضل انه تترك البابليك برايفت اكاونت تبعيتك شيء والبابليك شيء. صح. بس ولكن للناس يلي عندها فريندز ما بيعرفوهم كمان هولي. نعم. يعني ممكن يكونوا اشخاص عم يسرقوا معلومات عنا، عم يراقبونا، يعملوا لنا مشاكل، ما بعرف يعني. صحيح. كمان بنصحكم تشيلوا الفريندز يلي ما بتعرفوا مين. معك حق. انا مره صار عندي مشكله على صفحه الفيسبوك، قبل ما افوت على الصباح بدي اقول لي حدا من اصحابي باليونان بيقول لي فوت شوف شو في على صفحتك، ما كنت عامل برايفسي، لقيت في صور اباحيه وفيديوز اباحيه عندي على صفحه الفيسبوك يعني، وعام معمول تاج ل 50 حدا. طبعا حدا عامل له اكسبت وما بتعرف. ما بعرفه بقى، بس مش الحال عرفنا مين. سابع شغلة بدنا نمحيها، كل شيء معلومات خاصة فينا، عناويننا، تليفوناتنا، أرقام التليفونات، وين عايشين، رقم الكريدت كارد حتى مرات في ناس بيحطوا. خليني أخبركم كمان من وين بدنا نمحيهم. مرات نحن عم نعمل تشات على المسجز بيني وبينك، انا عم بحكي معك على المسنجر، بتعطي رقم كريدت كارد، بعطي رقم، بحط عنوان، بتحط، بعطيك رقم كريدت كارد، ما ببين عند العالم، ولكن اذا حدا قدر يخترق الاكونت تبعيتنا بيقدر يفوت ويشوف. اكيد يعني انا بعتبر انه انا عم بحكي مع جوزيف ما حدا بيشوفه تبع راسي، بس بكره في حدا عمل لي هاك وفات على المسجز ولقاها. اوف اوف لشو يعني اليوم اذا انا بدي اتواصل معك اعطيك شيء اوكي بعطيك اياه برجع بمحيه مثلا. صحيح. بدي اقول لك تليفون امن طريقه كمان لوصل معلومات حساسه تا ما حدا يقدر يشوفها بعدين. خطره السوشيال ميديا يا زلمه، خطره هذا بينتبه يعني هيدي الخطوره. ده ثامن شغله عنا اياها بدنا نمحيها، وهيدي يعني اذا بدك اهم شغله، كل شيء اكاونتس ما بقى نستعمله. يعني اليوم فيسبوك، فتحنا فيسبوك، اذا بطلنا نحن مهتمين بالفيسبوك خلينا نعمل له ديليت او دي اكتيفيت. تويتر اذا فتحنا تويتر، اذا ديليت للابلكيشن بتروح بتعمل دي اكتيفيت؟ لا بتعمل دي اكتيفيت سيتنجز اسمها ديليت اكاونت. ديليت اكاونت. اوكي اوكي. تويتر، انستغرام، اي شيء بطلنا عم نستعمله خلينا نمحي. اوكي ليه؟ لانه اول شيء ما عم يخدمنا. اوكي. ثاني شيء كمان هو طريقه ل يصير في اختراق لنا لمعلوماتنا ما إلا عازي. نعم. يعني منوفر حالنا، هاي شو بيقولوا ما تنام بين القبور. صحيح. أكاونت ما عم تستعملها بحياة ولا وحشة. كل شيء ما عم نستعمله خلونا نمحي. ليش انت بس تمحي المسج عن من المسنجر بنمحها عن كل بنمحها واستعمله ديليت من عندك 100% من عندي من الاكونت من هلا ما بتمحها من عند الشخص الثاني. اي نو، بس تمحها من غير ديفايس اذا فتحت اكاونت من المسنجر. ايه
اوكي وفيك يو كان ديليت ذا هول تشات يعني كل التشات نحن فينا نمحيها اذا انا بدي امحي كل التشات اللي عاملها مع جوزيف لحتى لي اذا حدا اخترق الاكونت تبعيتي ما يشوف التشات اللي انا عاملها مع جوزيف في يعمل هذا اوكي اوكي يعني في ضروري يعني اكيد تنتبهوا لهالقصص يعني هيدي البرايفسي الخاصه فيكم 100% نصيحة آخر شيء ما زالك عم تقول البرايفسي إنه اليوم نحن على الفيسبوك بس نحط بوست فينا نتحكم مين بده يشوف هيدي البوست مرات نحن بدنا نحط بوست بهمنا إنه كل الناس تشوفها مش بس أصحابنا سو فيسبوك في زر صغير بيسمح لنا نحن وعم نعمل بوست نكبس عليه ونختار آيكون مثل الكرة الأرضية شكلها بيصير كل الناس عم تشوفها أو بوست معينة بدنا بس أصحابنا يشوفوها سو هون بكل بوست نحن نصيحتي للعالم إنه يقرروا إنه إذا عبالوا الناس كلها تشوفها أو بس أصحابهم أو بدوا الناس معينة ما تشوف البوست شفت خي شفت كيف عم غيب ليش عم غيب السبت أنا هلأ جيت هون شغلت البيل هلأ انشغل البيل السوشيال ميديا بتشغل البيل عندي شغل يقعد بعض دار كل وقت لا الثمانية إذا ما لحقتوا الثمانية علينا وصل لقطونا على الأخير يوتيوب يوتيوب أكيد بس ثانكيو علي كتير مهم اللي قلته بالفعل ولازم ناخده جدا بعين الاعتبار بنشوفك السبت الجاي إن شاء الله لكن المشاهدين بريك ونرجع خليكم معنا إذن مع تطور الحياة وتقدم العصور مفاهيم كتير بتختلف ومن أهم هالمفاهيم مفهوم القائد في كتب خاصة لكل اللي بيتقدموا بحياته وبصيروا يعني عندهم مسؤولية أكبر وبصيروا مدراء لازم يجيبوا هالكتب ويدرسوا كيفية يكونوا ليدر من هون نظم الجمعية اللبنانية للإدارة LMA ورشة عمل حول هيدا الموضوع تشرح فيها أهم صفات القائد المعاصر وشروط نجاحه كذا شخص راح يحكوا طبعا بيناتهم الأستاذ رامي الملا مسؤول إداري بالجمعية اللبنانية للإدارة LMA في إطار إعادة تحديد مفهوم القائد أقامت الجمعية اللبنانية للإدارة LMA ورشة عمل امتدت لمدة شهر وتوزعت على 4 مراحل صفات مؤهلات وأمكانيات القائد طريقة التواصل التحفيز والتفكير الإيجابي وصولا إلى التغيير هي الأمور التي تمحورت حول ورشة العمل تركة أثر إيجابي كبير لدى المشاركين الوركشوب سميناه ريديفاينينج ليدرشيب يعني رجعنا حددنا المفهوم هاللي كان فيه كتير مفهوم مغالط لل هو الليدرشيب كنا بنفتكر انه الليدر هو انسان سوبر هيومن لا هو انسان مثله مثل غيره في ظروف معينه بتخليه يطلع ويتميز عن غيره وفي عالم مستعدة تلحقه وفي سيستمز عم بتسانده وفي ظرف وفي حظ هيدا كله بيخلق هالشي هيدا فعملنا 4 workshops بلشنا بأول واحد هل هو أنا بلاقيه الأساسي واحد يعرف حاله بالأول مين هو أنت كشخص مين وأنت كليدر معتبر حالك ليدر أنت مين شو مقوماتك رجعنا حكينا عن الموتيفيشن كيف بتحفزي العالم هل فيك تحفزيهم قبل ما تكوني أنت محفزة نفسك ثالث وركشوب كان عن كيف بتخلق جو هل قد محب استعملنا كلمة الحب الكارينج كومباشن استعملناهن هودي كيف لازم تحبي شغلك وتحبي العالم اللي معك اذا ما بتحبيهم ما فيك تنجحي والرابع واخر واحد هاللي هو كان اذا بدك مثل خلاصه كيف يعمل التغيير يقود التغيير وكيف يسهل التغيير للغير لانه هو بالنتيجه الغير متكلين عليه شارك بهالورشة عدد من الموظفين من مختلف القطاعات والمؤسسات الربحية وغير الربحية بهدف تطوير مهارات الموظفين والقاضي معا لا شك انه كان مفيد جدا
بيزد على مبدأ القيادة. شو هو القيادة؟ القيادة إنه هو مبدأ تحريك الناس للوصول لهدف معين، ولكن قبل ما الإنسان يوصل لأنه والله يحرك الناس بده يكون عم يحرك حاله. من هونيك وبالرايح إذا كان في عندي خبرات معينة أنا عندي إياها، تحديدا كمدير بنك لازم يكون أعرف أقرأ البيانات، لازم يكون في عندي كذلك الأمر قدرة على إقناع الناس، أدران ساعتها بالتالي أوصل أنه والله يكون good leader، بمعنى بالعربي أنه يكون قائد جيد، بالتالي نجح المؤسسة وتوصل لأهدافها. لا شك أنه هالشي اللي أخذته اليوم صقل كتير من الدراسات اللي أنا بعملها، وهالشيء أكيد لح يساعدني إن كان بدراستي أو بالمركز التعليمي اللي أنا بعلمه. نحن جمعية أهلنا جمعية خيرية تنموية تعنى ب2000 عائلة من العائلات الأقل حظا بصيدا، وأنا عرضوا علي إنه في هذا الوركشوب بالليدرشيب إذا أنا بحب شارك أو لا، وأكيد I was interested إنه شارك بهيدا الوركشوب لأنه كتير بتفيدني على الصعيد المهني بالمؤسسة بالجمعية، بلس على الصعيد العائلات اللي بنشتغل معها. يعني نحن بنشتغل مع 2000 عائلة دون مستوى، يعني تحت مستوى الفقر، فهيدي الوركشوب حتى بتساعدنا بالتعامل معهم وبرفع التوعية عندهم. Power is knowledge. يعني نحن كل ما تعلمنا أكتر، كل ما تدربنا أكتر، كل ما كنا professional أكتر. وبيئة اليوان كتير بتشجع على أنه الستاف to be more and more developed. لا شك أنه الجمعية اللبنانية للإدارة Lebanese Management Association يعني كان الهدف منها زيادة young leaders we can say. يعني أكيد تعلمت صفات كتير مهمة، صرت أعرف القيادة من حيث الصفات، المؤهلات، الإمكانيات اللي بدها تكون، الكوميونيكيشن كيف بدها تكون. أكيد يعني الإفادة غير محدودة بهذه النقاط، يعني واسعة جدا. كل أسبوع أنا كنت عم بجي من سور لبيروت لحتى لأستفيد، لأنه أكيد في إفادة كبيرة على صعيد الحياة الخاصة. في ختام الورشة أكد المسؤول الإداري في الجمعية اللبنانية للإدارة الأستاذ رامي الملا على أهمية الحب للعمل سواء المكان أو الأشخاص، الأمر الذي يؤدي حتما إلى النجاح. نحن الفيلوزوفي تبعنا بال Lebanese Management Association we do not conduct training for the purpose of training, it's useless. ما هيك سيسيليا؟ We conduct the training for a better tomorrow because we expect you to apply the tools and techniques and the knowledge that Cecilia gave you during those 4 weeks. So we hope you'll have, and all of us, a better tomorrow in applying the application level after the conceptual level. Before closing, one very important, very, very important concept, message. True leadership, successful leadership is through love. Love. Love your institution, your colleagues, your bosses, your subordinates, the walls of your office. Love. With love you succeed. With love you break the walls. With love you move mountains. Don't forget that. بتمنى لكم النجاح as current and future leaders. Thank you. إذن شكرا هالربورتاج، وشكرا لسيسيليا مدبر، عبد الرحمن السبليني، سحر عصابي، دكتور زهراء حسين شعيتلي، والأستاذ رامي الملا. رح نروح نحن وياكم عند سارة. سارة كتير قبطية جد. شو بدك أعمل يعني؟ ما بعرف هيك ما فل؟ حس إنه لازم ألبس الكرافات، بس بدي أقول لعند سارة هلا نحن عنا ورشة ملح. هاي.
أنا جوزيف ما بعرف شو اليوم، بس أنا بحب ركز على شغلي وقت بكون عم بالمطبخ. آه شو قصدك مش مركزة علي؟ لا مش مركزة عليك. ما في، أنا راح أضلني أخذ وعطى فيك، بس أنا جاي ركز معك بعد شوي. يلا أهلا وسهلا. عندك فكرة أنا كيف بركز عادة؟ كيف؟ وأنا بحب اللي بيركزوا هيك. آه بتحب اللي بيركزوا أكيد. بس لحد هلا ما شفنا شيء. طب يلا نشف تمي أنا عم بحكي لي ليت ساعات بحكي على الهواء ما شفنا شيء. وينك يا شيف حسين وينك؟ وينك يا صديقي اللي مطعمينا وينك؟ إذا منشف تمك أول شيء اشرب مي. ما في عليك ما في عليك. يلا كلنا سمع لك. أوكي يلا صار. رحنا كنا آخر مطرح ما وصلنا آخر شيء كنا عم نقلي بوليت البيض باللحمة. أوكي هلا أنا قليتهم شوي تركتوا شوي زغلي لحتى أفرجيكم كيف بدنا نبرمهم على من كل الميلات. يا أما بدكم تقلوهم ديب فراي تسقطوهم بزيت مقلي بزيت عم بيغلي مثل البطاطا المقلية، يا أما بدنا نقليهم بشوية زيت بالمقلي ونصير نقلبهم. أوكي هلأ كل ما يحمروا وينشفوا على ميلي بنرجع بنبرمهم، بنصير نبرمهم هيك أوكي لحتى تنشف اللحمة ويستوى. بدنا تنشف اللحمة بس نحن رح نرجع نحطهم هون مثل ما قلت لكم بطنجرة فيها بيبي بوتيتو ماشروم بيبي أونيون بيبي كارت كله بيبي وبازيلا وشوية مي وشوية رب. أوكي هيدي الستيب بدنا نضل واقفين حد الأكيد ما فينا نروح لأنه بدنا نقلبهم وما بدنا إياهم يحترقوا. أوكي نتأكد إنه من كل الميلات. يعني أول شيء هني رح يستو من إذا بدكن على الميلتين هون بعدين نصير نبرمهم هيك حتى يستو على الجوانب. أوكي ريحتهم كتير طيبة. هلأ في ناس بتستغرب إنه لحمة بقلب بيض مع خضرة وصوص روج، بس عن جد عن جد عن جد جربوها كتير طيبة. ومثل ما شفتوا منا شغلة كتير صعبة إنه ما بدها كتير وقت، بما إنه نحن عطول منفكر بعنصر الوقت فعن جد ما بدها وقت. يعني فينا نحن نشتغل بنحضر الخضرة، البطاطا فينا نسلقها شوي نرجع نسقطها مع الخضرة الجزر والبازيلا والشامبينيون ما بدهم كتير وقت. فينا نسلق البطاطا شوي هيك نكون سهلنا وسرعنا عملية يعني سرعنا الطبخة. نحط هولي على نار واطية ونكون احنا عم نشتغل باللحمة. لكن احنا هلأ عم نحمرهم وبنرجع نتأكد انه نستوي منسويهم مظبوط مع الخضرة. بعد هاي بدها شوي وهاي شوي وتكون في اولاد بالبيت وبفترة العيد بعرف بيصيروا يلونوا البيض بس لمجرد التسلية ومننسى انه بعدين شو بدنا نعمل بالبيض. يعني ما بنخليهم ياكلوا كتير لانه كتير البيض كمان للولد ما بتسوى ومنصير عطلانين هم بعدين شو بدنا ناكل. اوكي اكلنا اول وحده بلا خبز اكلنا ثاني وحده بالخبزه وبعدين شو بدنا نعمل فيهم بقى هيك بنستفيد منهم طبخه بتطعم العائله كلها. راح اشيلهم هذه صارت جاهزه هاي شوي شفتوا ما فتحوا يعني ما شققوا. حتى لو فتحت شوي اللحمة مرات بتفتح شوي ما بيأثر، مثلا هيدي مثلا شوي فاتحة ما بيأثر انه ما رح تفرط البيضة بالطبخة انه سي با غراف. رح شيلهم صفوا نقزة من الزيت برجع بزيدهم على الخضرة. بهيدا الوقت رح خلي النار والع لأنه بدي حمي
مقلي مثل مقلة الكريب او حيلا مقلي نون ستيك يعني ما بتلزق. لحتى بلش حضر اخر بلاي اللي هو الكلوب ساندويتش. بس اهم شيء حط هولي بالخضرة هيدا. فينا البطاطا يلي موجودة بالأكل هون نلغيها من هون ونحضر حد اللحمة والبازيلا والجزر نحضر بيوري. فينا نترك البطاطا ونحضر حدها رز. يعني في كذا شوا، فيها كذا فيرسيون هيدي الطبخة. رح أجرب شوي أقلبه نكسة صغيرة من دون ما انزع البولات فوالا لحتى يوصل لهم صوص. يا ريتني ما حكيت. بس بتضلها طيبة. ما رح أدقرهم بقى، رح أغطيها رشلها شوية نعناع يابس. نعناع معرب بيعطي نكهة طيبة. غطيها على نار شوي وطي. هلأ هوني رح أحمص الخبز بلا زبدة بلا أي شيء، أوكي؟ بس بدي حمصه على الميلتين لحتى أستعمله للكلوب ساندويتش. شو عنا؟ شو بدنا نحط بالكلوب بهيدي الساندويتش؟ عنا الخبز يلي بنشتريه باندومي، فيكون أبيض فيكون ملتي سيريال مثل ما بدكم. عنا الملفوف الأحمر، عنا الورقة الخضراء بنقيها مثل ما بدنا، روكاس، بيني، خاس. عنا فلافلة أنا نقيتها صفرة لأنه أوريدي عندي بندورة فهي في الأخضر في الأحمر، وعندي أخضر فنقيتها صفرة. عندي أفوكا، رح أبلش الأفوكا بدي أقشرها وأمعصها وحط لها شوية حامض. خليني أحط كفوفة. هلا لانه بدها تزحط من ايد الافوكا. ما بدنا نحرق الخبزات، بدنا ننتبه لهم. بعد تمام لكن الافوكا رح امعصهم، ونقيت وحده شوي مستويه مشان ما تعذبني بال انا عم بهرسها. تقشيرها سهل. بدي معصها اكيد مثل العاده الافوكا عطول بيرينج مع الحامض لحتى ما يسود. اوكي حقصقصها شوي. بدي افوكا كامله لحتى احضر كلوب ساندويتش لشخصين. الشيء اللي بده يجمع الانجريدينتس او يعطي هيك نكهه للساندويتش هن الافوكا يلي عم نستعمله، هن الماسترد، المايونيز. سو شو بنحب اكثر؟ فينا نكتر من الشيء اللي بنحبه ونخفف من الشيء اللي ما بنحبه. رح احط للافوكا ملح وبهار وحامض مثل ما قلت لكم وبس. حشيك على الخبزات يلي بلشوا يتحمصوا. حط نكهة حامض للأفوكا. شوي. يعني كل شغلة عم نضيفها حلو ننكهها. ملح شوية، بهار أسود ما كتير. أوكي. بمعصة فيني معصة هيك بطريقة يعني مش ضروري كتير ناعمة.
بيبقى عندي حضر البيت لكل كلوب ساندويتش عم بعملها أنا من ثلاث طبقات، يعني كل شخص رح يطلع له ثلاث خبزات فيهم الانجريدينتس اللي عم نحطهم. أوكي هاي بعد بطن يعني هيك مثلا هول ثلاثة أوكي لكل شخص، ولكل شخص بيضة. البيضة رح قصها، ما رح أمعصها لا، رح قصها شقف صغيرة ورح أخلطها مع مايونيز ومع بهار أسود بهار أبيض وملح، المايونيز المايونيز وشوية ديجون ألانسيان موتارد ألانسيان. مثل ما قلت لكم مثلا اذا ما بنحب المايونيز فينا نلغي نستخدم بس الديجون، واوريدي الافوكا هو عنصر فات يعني دهن اكيد احسن من المايونيز وطيب، فينا نزيد شوي لكن المايونيز الافوكا. اوكي الافوكا صار جاهز. هلا البيض، وين البيض؟ البيض بالبراد. اوبس البيض بالبراد لانه ما بيسوى يقعد كتير برات البراد، لكن احنا مش بحاجه لهيدي لانه عم نحضر لشخصين. ثلاثة بثلاثة اوكي هيدي صارت جاهزه، واحده لالي واحده لجوزيف اذا عم بيسمع. اوكي بدنا نقص هيدي اللي احنا بحاجه يعني ترانش لكل ساندويتش. اوكي لكن احنا هيدي الخضرة جهزناها، بدي اجيب البيض من البراد ومنكمل الساندويش بعد البريك. إذن عودي معكم للمتابعة. مثل ما قلت لكم ببداية عالم صباح، قد ما فيكم تتكلوا على السلام الداخلي، على الحياة المتواضعة، وتخلوا السعادة تطلع من جواتكم لأنه أنتوا فيكم تاخدوا هيدا القرار. بدي أتشكر كل يلي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا وكتبوا الكومنتس الخاصة فيهم، دايما تواصلوا معنا، ورقم الواتساب اللي فيكم تبعتونا عليه 03-010-533، ونهار التنين رح بيكون يوم اتصال مباشر معكم مع كل اخصائيينا بعالم الصباح. اما هلا ساره، ساره جاهزه هون انت معنا؟ ساره قد ايه هدي هي وعم تطبخ، قد ايه رواق بيطلعوا الاكل بفوتوا على المعده بيعملوا لكم هيك هدوء وسكينه. بس وينك يا شيف حسين؟ وينك يا مطعمي ساره؟ هيك كل مره بننطر للساعه 1 لناكل؟ مش مفروض ننطر للوحده لناكل؟ انه طيب في هيك ترويقه ابيتايزر؟ لا بدك تجود من الموجود. من الموجود نعم. وهيك تتعاملي معهم بالبيت انتوا عم تطبخي لهم؟ ما بخلي حدا يفوت على المطبخ كمان الا وقت الحاجه. جاي هون انا. اوكي قائد، اعطيكي كتاب تدرسيه شو ما تجي ننفذه. اوكي جاهزين؟ يلا جاهزه؟ يلا يلا. عند سارة ورشة ملح أنا منضم لها بعد دقايق قليلة. رجعنا، الخبزات صاروا جاهزين والبيض بيضتين قصيتهم قدامي بالجات. رح أحط لهم ثلاث ملاعق مايونيز، ومثل ما قلت لكم فيكم تخففوا، وراح احط كمان ملعتين موتارد الانسيان.
ملح وبهار أسود. هلا الوصفة عم تشوفوها على الشاشة قدامكم ما فيها كاري، بس فيكم إذا بتحبوا هول النكهات الحار مثلا أي نكهة مثلا بهارات تزيدوها هون على البيض، فيكم تجربوها بالكاري مثل ما عم بقلكم كمان طيبة، بس أنا قلت اليوم بدي خليها هيك سيمبل و أوكي. لكن البيض عنا جاهز، الأفوكا جاهز، الخضرة هون، رح نبلش نعمر بالساندويش. أول وحدة أوكي بدنا نبلش بالبيض. اجا اجا بعد ما خلصت اعطيتك وقت اكثر من اللازم، يعني اعطيتك وقتك كفايه 3 ساعات الا 5 دقائق. اوه كيف؟ اوه بس خلص مره ثانيه، بس اعرف انه انت بالحلقه رح حضرهم بالبيت قبل النهار. اوكي انا بخبر بقى المشاهدين كيف الطعم وكيف كذا وكيف بينعملوا. طيب هلا هون احنا بدنا نعمر فيها انه هي تجي كذا طبقه. كذا طبقه. اول طبق حطينا اللي هو الصوص مع البيض، مايونيز وديجون موتارد الانسيان، سوري مش ديجون، موتارد الانسيان. اوكي راح احط شقفه بندوره، بندوره مع الفليفل الصفراء اللي لازم تكون ملونه. انا بحط الالوان الاولى ولا شو بقولوا كلوب ساندويتش. اوكي راح احط الخبز الثاني. شو الفرق بين كروك مسيو هيدي بتعرفي؟ الكروك مسيو جبني، لا كروك مسيو بتجي لك البان دومي الكبيره، الكبيره بقصوها بالنص، في بقلبها بيض ودجاج وجبنه ومثلها بتشبهها. لا نو خلينا بهاي، انا من دون شيء بلشت خربت، هلا بنسى، هلا بتنسيني. طيب وهيك رح تضلها، رح تضلها هيك معك كل الوقت نهار السبت هيك. جوزيف كيفك؟ بعرف انك جوعان، يلا هنهلك. شفت على الجوعان بلش خربت فحسيت. طيب تفضلي تفضلي خبرينا عن كروك مسيو عايدة. لا انا عايدة شاطرة بالكروك مسيو. تفضلي شو الكروك مسيو؟ جبنة وحبش، جبنة وداند بس. شفت؟ بس انا بعرفها غير شيء، انه انا بحط لها خضرة الكروك مدام. هلا تعال الاكل ذوق. ها برافو. وفيك تسمي مثل ما بدك، فيك تسمي مثل ما بدك. مزبوط؟ لا طيب بس انه ديكي كتري شوي بعد شو قلي شو حطيتي بس بيض من تحت بعد بيض. اوكي شو بدنا نحط هلا؟ بدنا نحط شو بدنا نحط؟ مش انا بدي اكلها؟ بلا شو بدك؟ اوكي جبنه وداند. جبنه؟ طيب هاي جبنه وداند. وداند اوكي. هلا بتحب بدك بعد خس؟ ايه هاي الخس كثير لذيذه هيدي. يلا بحط لك هيك بتحسيها قلب. هيدا خس شو تلياني؟ بيبي رومين. مثل الخس اللي متعودين عليها. أوكي. بس على صغير. هيدي لقلي ما هيك تحصى قبل ما تقصيها. ما بدك؟ بلا بدك تحط بعد افوكا. يلا طيب كفي الثاني. كفي لك الثاني؟ انا رح اسكب هلا ال بدك تقصيها بس انا بقصها ولا لا؟ انا بقصها بليز تنزعلي. هيك حطيت بيت كمان هلا. يا رب شدي. يا رب يا رب هلا. منا هيني قوية عن جد ما في عليها. هي عم بقولوا جوا بالكنترول مش انا، انا عم بعيد شو عم بيقولوا. طيب بدي اعزبك بالبلا الاسود احسن ما انا اقلهم مع تشيبس. تفضل فينا اكيد. ليه بقدر ما اعمل شو بتقلي؟ بس شو بتقلي بدي نفذ. اكيد اكيد فينا نحن نحط شيء ثاني غير تشيبس، شيء صحي اكثر. سالاد مثلا مع انه فيها كثير خضره. اوكي بدي اعملها هيك. فينا نحط كابر؟ ايه اكيد. هلا هي ما بعرف اذا رح تهدى لانه ما فيها كرغنا. فوالا هيك منيح؟ منيح. شو هلا بس بدي اسكب هيدا البلا. رح اشيل اللحمات اول شيء. شيء كثير ات سيمز مشهي كتير سيمبل عن جد. مثل ما لاحظت ما اخذت كتير وقت. هل الاكله على فكره ما بعرف شو اسمها، بس بعرف انه كانت مامي تعملها. ما بعرف شو اسمها. فينا نسميها شيء؟ فينا نسميها ننسبها لعالم الصباح؟
لا ما فيك تنسبها لعالم الصباح لانه هيدي عم بقول لك عم خبرك انه امي كانت تعمل. فيها نسبها لامك يعني تعملها مرات مع فيديو شاف معارضه حتى بالشفيه في معارضين. خلص وقتنا ساره خلص وقتنا رح ناكل يس سلاد هيك بعدين هيك وكرات البيض واللحمه هيدي اذا بدك حل من بقايا البيض من ايستر من ايستر اكيد. ينعاد على الجميع المسيح قام حقا قام لكل الطوائف الشرقيه منكم ان شاء الله يكون السنه العيد خير وبركه عليكم يا رب وعلينا اجمعين. ثانكيو لمتابعتكم لنا مشاركتكم معنا هالنهار الرائع. ثانكيو لك ساره مع الريحه الرائعه والطيبه وصفاتك الغير شكل وهدوئك بالمطبخ. التقي فيكم بكره وانا بشوفكم تنين. باي Mes amis entendaient la vie que j'ai eue Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu Si je les emmêle, si je dérange C'est que je suis un pêle-mêle, un mélange Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés ne Ne me demandez pas où je veux aller Même les singes sages, les sages Et tous ces sages ont fait des cages Où tous nous ranger hey